صباح الخير جميعا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. أول إشي أعرفكم بنفسي، أنا صلاح الدين Training Officer في IMAP، وللي ما بعرف IMAP هي Non-Governmental Organization، نشتغل basically في الـ Data and Information Management. اليوم حنبلش التريننج سيشنز، هي عبارة عن سلسلة بتتضمن من شهر 4 شهر 5 شهر 6، واليوم حنبلش أول سيشن اليوم وبكرة إن شاء الله في الـ Food Security. حتنعطى من زميلين لإلي أحمد وهنوف، Economist في IMAP كمان. التريننج حيكون اليوم وبكرة تقريبا من 3 لـ 4 ساعات، بس اليوم حيكون شوي أقصر، حتخلصوا تقريبا على الساعة واحدة، وبكرة إن شاء الله حنأخذ من 3 لـ 4 ساعات. التريننج كامل حينعطى باللغة العربية، وحيكون في بريك تقريبا في نص المدة، أو متى ما احتجتوا بريك برضو في الفري إنكم تفتحوا المايك وتحكوا إنكم محتاجين بريك أو أي شيء. وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار برضو اسألوا الترينرز، ما 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 تستحوا، ما عادي لو حتى رفعتوا إيدكم إذا بدكم تسألوا كمان أي سؤال. أنا بلشت تسجيل للسيشن، السيشن حتكون مسجلة، والسلايدز حنبعث لكم إياها إن شاء الله بعد كل ما ينتهي كل سيشنز. محيي المفروض يدخل، بده يحكي لكم كم شغلة، بس محيي حاليا حكى لي حيتأخر لل 11، فعلما يدخل إن شاء الله حيحكي introduction هيك بسيطة. أوكي، هلأ بترككم مع زميلي أحمد وزميلتي هنوف، وأنا إن شاء الله حضل معكم كترينينج فاسيليتيتر موجود هون. Thank you so much صلاح. السلام عليكم جميعا. أنا معكم أحمد غيث. I'm an economist بالfood security unit analysis. زميلتي also هنوف. She's an economist also in the food security analysis unit. اليوم رح نعطي introduction، مقدمة عن الfood security، هو الأمن الغذائي. تمام. هي رح تكون سلسلة لشرح للفود سيكيورتي انديكيتورز أو مؤشرات الأمن الغذائي. اليوم وبكرة رح تكون فقط مقدمة، بعدين إن شاء الله في سيشنز تانية رح تكون شوي متطورة متعمقة أكتر، كيف نحسب هاي المؤشرات وكيف نجمع الداتا بالنسبة لإلها، وبعدين آخر بشهر 5 أول 5 رح يكون عندنا آخر سيشن من الفود سيكيورتي أو الأمن الغذائي، واللي هو الأدفانس، كيف نعمل التحليلات المتقدمة لهاي المؤشرات وكيف نربطها مع بعض. So أنا رح أعمل شير للسلايدز عندي. واضحة صلاح؟ واضح مبين الهاد السلايدز واضحين؟ ايوه تمام. اوكي، طيب اول شيء بنبلش فيه هو الامن الغذائي. لما انا احكي مثلا امن غذائي، شو بخطر ببالك؟ يعني انتم شو بخطر ببالكم لما انتوا اقول لكم امن غذائي؟ في حدا حابب او يضيف شغله؟ مثلا اقول لك انت، مثلا انت كشخصك، انت كيف بتحس حالك انه انت غذائيا مكتفي ومأمن غذائيا؟ يعني او برضه لان التريننج شوي هالمره صعب لانه اتس اونلاين، عرفتوا كيف؟ يمكن الانتراكشن رح يكون شوي صعب، بس خلينا نكون نعطي مجال يكون في ديسكشن، أو always whenever we do a discussion توصل للمعلومة أسهل وأحسن، فنحاول نخليها كأنها face to face training. فلما أقول لك أنت كشخصك، أنت كيف بتحس حالك أنك مأمن غذائيا قبل ما نبلش حتى نفوت بالأمن الغذائي ككل؟ حد حابب يشارك؟ تمام. تعالى. صباح الخير شباب. طلال الأحمد، لايف هود أوفيسر من منظمة ميرسي كور. أهلا فيك. الأمن الغذائي لما أنا بيكون عند الغذاء متوفر بقدر وصل عليه وبستهلكه، بيكون أنا حققت، بيكون أنا عندي أمن غذائي.
فأخونا توفر غذاء وصول استهلاك استهلاك. فانت يعني I think يا طلال عندك باك جراوند من الفود سكيورتي لانه انت يو هيت ذا 3 بيلرز او هم اساسيات الامن الغذائي اللي هو توفر وايضا عندك القدره على الوصول وايضا عندك الاستهلاك. الاستهلاك يعني انه احنا عم نستهلك هاي الكميه. في حدا حابب يضيف شيء ثاني؟ لا ايش السيد طلال حكى؟ تمام خلاص. بس شكرا كثير لمشاركتك سيد طلال. بدنا هيك نكون مع بعض مصحصحين، نعمل جود ديسكشن وحتى يكون الكل مشارك معنا وتوصل المعلومه. تمام. فزي ما حكى السيد طلال عندك اوكي الفود سكيورتي هو بيقول لك exists when all people at all time okay have physical social and economic access to sufficient, safe and nutritious food. يعني احنا عندنا القدره للوصول فيزيكال يعني جسديا نكون قادرين او هي متوفره موجوده بالسوق او احنا قادرين نوصلها بالسوق. سوشيال يعني سوشيال يعني عندك الاجتماعيين. هلا رح نتطرق على كل وحده بتفاصيلها ايش يعني مثلا سوشيال. تمام. And economic access. Economic access يعني هو الاقتصادي. اللي هو الاقتصادي يعني أنت عندك القدرة إنك تشتري هاي الغذاء لإلك. طيب إحنا عندنا يمكن يكون عندنا الوصول نقدر نوصل لإله. ما عندناش عوائق اجتماعية، ما عندنا عوائق اقتصادية، عندنا الأموال إنه إحنا نوصل لإلها. تمام. بس لازم تكون كافية آمنة وإحنا عم نقدر ناخد منها العناصر الغذائية. أنتوا بتعرفوا إنه إحنا جسمنا بيحتاج بعض العناصر إن كانت العناصر الكبرى أو الصغرى. الكبرى زي عندك البروتينات، عندك النشويات، الدهون. هاي جسمنا بيحتاجها بكميات معينة فإحنا لازم كل يوم نحافظ عليها عشان ناخدها. غير هيك عندك العناصر الغذائية الصغرى اللي هي زي الفيتامينات بشتى أنواعها. تمام. عندك الأملاح والمي وكل هاي الأشياء لازم عشان نكون إحنا مأملين. أوكي إحنا عندنا القدرة إنه نوصلها نشتريها ما عندنا أي عوائق لإلها انها تغطي لنا او تشبع لنا الدايتري نيدز. ايش يعني حاجاتنا الغذائيه؟ يعني حاجاتنا الغذائيه مش انا بدي اسال سؤال هلا انا ام جونا اسك ا كويشن. اذا انت شبعت يعني انت مأمن غذائي؟ لو انا سالتك هذا السؤال انت اكلت الطبخه شبعت هل انت مؤمن غذائيا؟ شو يا جماعة؟ لأنه صح صح نكون في عنا interaction أكثر من هيك يا جماعة. أنا سأل سؤال إذا أنت أكلت وجبة شبعت منها هل أنت مؤمن غذائيا؟ احتمال ما أكون مؤمن غذائيا لأنه احتمال الوجبة نفسها ما فيها كل العناصر الغذائية المحتاجة. شبعت بس شبعان رغيف مثلا بس من غير اي اشياء ثانيه. تمام. وهي احنا لما حكينا ثانك يو سو ماتش بيلو لما احنا حكينا انه ناكل بس لازم نغطي ناخذ العناصر الغذائيه كلها. انا ممكن اشبع اخذ صحن رز لحاله واحط معاه لبن. ايش العناصر الغذائيه اللي اخذته منهم؟ الرز اغلبيته نشويات. تمام. اللبن ها ممكن ناخذ منه بروتين، ناخذ منه عناصر غذائيه ثانيه. طب انا بس اخذت بروتين واخذت نشويات، طب وين العناصر الغذائيه الثانيه؟ فكل مجموعه غذائيه وهذا رح نشرح عنها اكثر بالتفصيل لما نحكي عن مؤشرات الامن الغذائي، كيف احنا عم نعطي انه انت مؤمن غذائيا، على اساس انت مؤمن غذائيا. نعم انا مش ضروري انه انا شبعت اكلت انه انا مؤمن غذائيا. هلا انا اشبعت نفسي اعطيت يمكن شويه طاقه لإلي ولكن في كثير عناصر غذائيه انا ما اخذتها. فانت بتكون مؤمن غذائيا لما تغطي كل هاي الاحتياجات مع بعض.
تكون قادر توصلها، هي متوفرة، ما عندك عوائق لا اقتصادية ولا عوائق اجتماعية، وتكون بكمية كافية طبعا، وتكون آمنة. انت تعرف انه مرات الاكل ما بدنا مثلا نتسمم منه، او انه مثلا خربان، ورح نتطرق كثير لمواضيع انه كيف احنا ليش نعمل الفود سكيورتي او الامن الغذائي، تحليل الامن الغذائي، عشان مرات تيجي عند مثلا دول معينه بتمر بظروف معينه الاكل ما بيكون عندها امن. تمام. فبالاخير انت مؤمن الغذائي لما عندك يكون عندك كل هاي العناصر مع بعض، وانت اخذت العناصر الغذائيه كامله عشان تعيش حياه صحيه. تمام. هلا ممكن اقول لك انا باكل كثير، طب برضه احنا برضه انا بالامن الغذائي الزياده زي النقصان، الزياده برضه رح تاثر على صحتك، بدك تعرف ايش انت عم تاكل. يعني انا ممكن كاحمد اقضيها بس اكل اجبان اجبان اجبان، يكون كله فيه دهون 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 دهون، واكل اكل مثلا دائما فيه كربوهيدرات ودهون، فانا رح اضطر انصح، هذا رح اثر على صحتي. فاحنا بدنا نعمل زي كومبينيشن كامله، نكون ناخذ كميات الكافيه جسمنا هو بيحتاجها، وإلنا القدره للوصول الها، وبناخذ كل العناصر الغذائيه ونعيش حياه صحيه. فدائما احنا بنحكي النقصان زي الايش اللي زياده تبعتها. هلا السيد طلال قلنا له انت كيف بتكون مأمن غذائيا، ذكر لنا الثلاث الأشياء الأساسية، هذول إحنا نسميهم الفود سيكوريتي بيلرز، اللي هو فود افيليبيليتي، توفر الغذاء، فود أكسس يعني إحنا إلا القدرة للوصول للطعام، وأيضا عندك إيش فود يوتيلايزيشن، يعني كيف إحنا رح نتصرف بهذا الأكل. وهو اللي حكاها بطريقة تانية السيد طلال، هو الاستهلاك، كيف إحنا رح نستهلك هذا الأكل. طيب أنا خليني أسألكم سؤال، كيف الأكل بيكون متوفر؟ أي أساس الأكل بيكون متوفر؟ يعني شكرا، بس رح أعتمد على سيد طلال أضلني أسأل فيه. شو رأيكم يا جماعة؟ اللي ممكن اللي ما عنده المايك شغال أو ما بيقدر يحكي ممكن يكتب على الشات السؤال وأنا حقرأه لأحمد. فإذا ما بدك تكتب أو ما بدك تحكي عادي أكتب على الشات وأنا حقرأ. طيب أنا ممكن أسأله سؤال بطريقة تانية، تمام؟ إذا بتحب سيد طلال تشارك معنا فيها، أعطينا مثال إذا أنت مريت بتجربة أوكي بحياتك حسيت انه انت مش مؤمن غذائيا، عمرها صارت معك؟ اوكي سيد خالد بده يحكي. تمام تفضل سيد خالد. اول شيء صباح الخير للجميع. صباح النور، اهلا. موضوع انه انا اكون ما انا مؤمن غذائيا في حال كان مثلا مثل عنا بسوريا هن حالات الحرب، نحن مثلا كما موارد زراعيه مو موجود بالاساس، مثل ما نسميها ماده الدقيق او الاساسيه هي ماده الحنطه، فكانت تتعرض لحرق بنتيجه الحرب نتيجه القصف. صح تمام. فهي كماده اساسيه كانت نوعا ما تحس حالك ما انك مؤمن غذائيا بالفترات القادمه. صح كلامك. طب ممكن تعطينا تجربه صارت معك سيد خالد؟ هي أنا أنت كيف حسيت حالك إنه أنا مش مؤمن غذائياً؟ أنا عم أحكي لك عن تجربة طبعاً. بالسنوات السابقة كان يصير في حرق محاصيل زراعية نتيجة القصف اللي كان يصير بهذاك الوقت، أو نتيجة الحرب بين الأطراف اللي كانت عم تصير، بالإضافة أنه الناس نوعاً ما صارت بعد عن موضوع الزراعة، لأنه بالنهاية عم يزرع وما في شيء مضمون، يعني من ناحية خبرتك الحنطة أو البقوليات أو حتى الخضار يعني. فأنت كمدينة بهذاك الوقت كانت محاصرة، فأنت فعلياً ما أنك مأمن حالك غذائياً. انت كيف تاثرت سيد خالد؟ كيف لو بتقارن من قبل ومن بعد، يعني من بعد انت كيف تاثرت غذائيا؟ شو صار معك؟ ايش كنتوا تستهلكوا بالبيت؟
كنا نستهلك بالبيت نعتمد على بشكل أساسي على الشيء المزروع ضمن البيت اللي هي الخضار. خضار ورقية يعني ما موجود فيها حديد، موجود فيها كعناصر غذائية يعني، بس فعليا أنت البروتين ملغي منك، كثير أمور فيتامينات مو متوفرة بالغذاء اللي موجود يعني فترة الحصار. يعني أنت كان بس اعتمادك على الخضار المزروع بالبيت مثلا؟ الخضار المزروع بالبيت طبعا، لا في أيامها خبز أو شيء، ما كان موجود متوفر أي شيء ثاني غير الخضار. طب بدي أسألك سؤال، أنت كيف حسيت الانرجي أو الطاقة اللي عندك إياها أنت؟ أكيد اليوم أنت من ناحية الصحة الجسمانية صار في ضعف بالصحة الجسمانية، من ناحية تبين عندك مؤشرات نقص الوزن، جحوظ العين، يعني كثير أمور كانت تصير بهذيك الفترة يعني، وكانت تتأثر على يعني القدرة الوظيفية تبعتك، حتى مثلا انه اذا انت بصح لك مثلا حتى وكان في حصار لك تطلع تشتغل رح يكون عندك طاقة وإنتاجية؟ لا ابدا، خمول بشكل دائم يعني، خاصة يعني بعد حوالي 10 أيام من استهلاك نفس الغذاء يصير عندك خمول. صح، فيعني هون السيد خالد وحكى لنا مثال جدا رائع على انه هو كيف الظروف اللي خلته ما يكون مؤمن غذائيا، يعني هو لا كان الاكل متوفر، يعني هي حكى لنا اياها اول وحده اللي هي food availability، وثاني شيء ما عنده القدره للوصول لها لانهم محاصرين ما عم بيقدروا يجيبوا اكل لهم. تمام، فالfood availability او توفر الاكل بيعتمد على كثير اشياء، مثلا عندك بدوله معينه، خلينا نحكي بدوله معينه، احنا بنعرف سوريا كانت من انتاج القمح توب 1، كانت مكتفيه ذاتيا جدا، صح؟ ليش؟ عندها الريسورسز الناتشورال ريسورسز، يعني اللي هي المصادر الطبيعيه انها تهيئ هنا تنتج القمح. تمام، عندها كان القدره الإنسانية أو إحنا نحكيها إحنا human resource، تمام، والبشرية إنهم كان في مزارع ماشية وشغالة وكل إشي، الفيزيكال برضو كان في عندك موجود الحركة بسهولة، عندك توفر المنتجات أو المدخلات لزراعة القمح، فأبدا ما كان في عندك نقص للقمح، مما يؤدي عندك شوف السلسلة تبعتها، قمح يؤدي إلى بصير عندك إنتاج طحين، بصير عندك إنتاج خبز، واحنا بنعرف بمنطقتنا احنا خلينا نحكي الهلال الخصيب او الشام، تمام، زي الاردن فلسطين لبنان سوريا، احنا بالمائده عندنا اساس يكون الخبز، فاحنا بنسميه زي ستيبل فود، هذا رح نحكي عنه لما نحكي على الفود كونسومشن سكور، يعني هذا كان متوفر موجود، يعني حتى ما عم بفكروا انه الخبز ممكن يقطع عندهم او القمح يكون منقطع عندهم، وعندك ما بنحكي بس قمح، يعني احنا بنحكي كمان الحمضيات، سوريا كانت من التوب كونتريز ان حتى اكسبورتنج او انهم يصدروا الحمضيات. شو صار؟ كان مؤمن غذائيا بحكي لي السيد خالد، صارت الحرب، بطل عندك اللي هو اول عنصر اللي هو الافيليبيليتي اللي هو التوفر الاكل. تمام، طيب غير انه ما كان متوفر الاكل عنده حتى قدره للوصول للاكل، احنا بنحكي قدره وصول اللي هو انه يسوق السياره يروح على السوق لانه كان محاصر. تمام، هلا رح نحكي اكثر على الفود اكسس والفود يوتيلايزيشن اكثر بتفصيل، فبس هلا خلينا نركز على اول اساسيات من الامن الغذائي اللي هو توفر الاكل. فلو ننزل تحت هون فبقول لك الفود افيليبيليتي من الاخر او هو توفر الغذاء، ذا ميجر اوف ذا فود ذات از اند ويل بي فيزيكلي افيليبل اند ان ريليفنت اوف ذا فيسينتي اوف ا بوبوليشن ديورينج ذا جيفن كونسومشن، يعني بده يكون عندك متوفر بشكل موجود ملموس، يعني هذا الاكل ملموس وبرضه موازي لعدد السكان الموجود. يعني انا اوكي ممكن مثلا خلينا نحكي باش نحكي كان العكس، انه سوريا ما كانت من منتجة القمح، مع انه هي طبعا كانت من الاوائل في منتجة القمح. طيب ما كفى القمح بينتجوه محليا،
من وين بدهم يغطوا احتياجات الناس؟ كيف ايش في عندكم الدولة رح تفكر انه انا طب القمح اللي بنتجه عندها او الخبز اللي عم بنتجه عندها ما عم بيساوي عدد الطلب اللي بيطلبوه العدد السكان، فوين ممكن احنا كمان نسد هاي الاحتياجات؟ من وين؟ شو رأيكم يا جماعة؟ بهالحالة فينا تلجأ للاستيراد، يعني خاصة استيراد مادة الحب أو الدقيق. صح. في حال نعم كمل سيد أزاد. في حال فقدان أي مادة أساسية من السوق الدولة عندها قدرة، أو بشكل عام فينا نحكي إنه الحكومات تلجأ لموضوع الاستيراد من دول أخرى خاصة دول الجيران القريبة مشان التكلفة تكون أقل فما تأثر على الأسعار بشكل عام. تمام، هذا هو يعني برضه مش بس الانتاج لما نحكي مثلا هاي الدولة المكتفية ذاتيا يعني انه هي انتاجها بكفي كل الشعب عندها، تمام، بس اذا ما كانت مكتفية ذاتيا مثلا خلينا نحكي للقمح رح يضطروا عشان هاي الفجوة الموجودة بين الانتاج والطلب، او خلينا نحكيها اقتصاديا بين العرض والطلب، في عندك فجوة، كيف بدها تتغطى؟ هاي السيد أزاد حكى بيصيروا يستوردوا، يعني بيشوفوا دول أول إشي قريبة منهم، ممكن يصير عندك النقل البري، بيصير عندك بيستوردوا أكثر مثلا قمح أو بيستوردوا طحين مثلا، تمام؟ وبيفوتوها طبعا، هذا بحد إنه كله تمام الوضع، ما في أي إشي معوقات إنها توصل، هذا رح نحكي عنها كمان شوي، تمام؟ إذن نغطي الفجوة من الاستيراد اللي هو إحنا رح نستورد. في طريقة تانية إذا كان في نقص معين بالكم، إذا كان في نقص مثلا الإنتاج تبعنا إحنا ما كفانا. طيب خليني أنا أقول لكم شغلة ثانية. هلا القمح موسمي صح؟ القمح موسمي، كيف رح يكفينا لطول السنة؟ معناه بتحكي هاي الدولة مكتفية ذاتيا، شو رأيكم؟ هلا بهالحالة الحكومات تلجأ لموضوع التخزين. هلا بالصيف عم يكون بالصيف عم يكون الانتاج كبير والاستهلاك اغلبه عم يكون ضمن الشتاء او فترات الربيع او الخريف، تمام، فالدوله تلجا لموضوع التخزين بهالحاله، تخزن كميات المواسم للسنوات البعده. للقمح يعتبر المخزون ماده استراتيجيه، فالتخزينه امر ضروري جدا. تمام، شكرا كثير سيد ازاد، يعني جواب رائع، لانه انت احنا بنعرف القمح احنا لما ننتجه كل شهر بيطلع لنا، انتوا تعرف الزراعه لها حاله خاصه، يعني حتى اي حدا بده يشتغل بالزراعه هي من اخطر البزنس او الاشغال اللي كنت تفوتوها، لانه اول شيء عندك يا اما عندك بالكثير يكون عندك موسمين تزرع فيهم او موسم واحد، طبعا بالموسم رح يصير عندك كميات كثير كبيره، فالعرض تلقائيا رح يكون كثير كبير، بس انت بدك تكون كدولة او كعندك انت فاتح بزنس معين بدك تنظم انه هاي تكون لكل السنة، فعندك بيلجأوا للتخزين، طبعا التخزين لازم يكون بكمية معينة وبرضه بظروف معينة عشان بدناش كمان التخزين يخرب. يعني مثلا خلينا نحكي على اللي صار بلبنان لما صار عندك الانفجار، المينا انفجر، شو كان أكبر مصيبة لإلهم غير طبعاً المصايب اللي صارت والله يهونها عليهم طبعاً؟ إيش كان موجود بالمينا؟ مين بتذكر لما كان عم نحضر بالأخبار إيش كان موجود بالمينا؟ كان في صوامع الحبوب اللي تم إتلافه بشكل كامل. طيب تخيل لو هذا ما بيتم استهلاكه بنفس اليوم، هذا عم بياخده عندك مخزون وعم بيعطوه للسوق حسب طلب الناس الموجودة بلبنان أو ببيروت أو بكل لبنان، تمام. طب هذا انفجر وراح، صار متوفر؟ صار عندهم متوفر؟ بطل عندهم متوفر، فهون رح يصير عندهم مشكلة الأمن الغذائي، لأنه من أساسيات الأمن الغذائي هو توفرها. طب هي كانت متوفرة مخزنينها، بصيروا يسحبوا من هاي الحبوب إن كان للاستهلاك الحبوب أو استهلاك يعملوها طحين ويعملوا خبز، طب هاي كان مركزها الأساسي وراح، هون الناس رح يصير عندها نقص بالخبز، بدهم يصيروا يستوردوا، بس صار عندك مشاكل معينة مش قادرين يستوردوا، فبطل هي متوفرة بالسوق، ف
أول أساسية من الأساسيات أن الغذاء راحت، فهون رح يخلق عندهم شيء من اللي هو عدم وجود أمن غذائي، بطل متوفر، حتى كانوا معتمدين عليهم أنهم يستهلكوه خلال السنة كاملة. تمام؟ طيب في سؤال تاني أنا بدي أسأله، يريد الكل كمان يشارك فيه، نقدر إحنا نحسب أو نقيس اللي هو توفر الغذاء؟ وإذا نقدر نحسبه كيف نقدر نحسبه؟ شو رأيكم يا جماعة؟ وهذا طبعا أنا رح أخذ أجوبة منكم، ما رح أعطيكم الجواب هلا، رح أعطيكم هذا الجواب رح يكون موجود آخر السلايد. فأنتوا شو رأيكم؟ نقدر نحسب تكون مثلا تكون كمية معينة إحنا نحسبها أو نقدر إنه نقيسها لأول أساسية من الأمن الغذائي اللي هو توفر الغذاء، نقدر نقيسها؟ شو رأيكم يا جماعة؟ في حدا عم يحكي بس الصوت شوي بعيد؟ اسعد، سيد اسعد تفضل. صباح الخير للجميع. انا ما بدي اقول شيء، بس انه السؤال مو واضح. مو واضح. يعني طيب. واحد يقيس يعني انه يعني مجرب، خلينا نحكي انه لما نحكي انه واحده من اساسيات الامن الغذائي هي توفر الغذاء، صح؟ اللي هو food availability. نقدر احنا نقيس او نعطيها رقم معين لتوفر الغذاء؟ يعني دائما انه مجرب او قياسي انه نقدر نعطي رقم معين. يعني قصدك مثلا انتاج الخبز ليوم معين في مدينه قياسا مع نسبه عدد السكان اللي موجودين بالمدينه مثلا قد يكفيه؟ تمام، المقصود يس. نعم، فاحنا نقدر نعطي رقم معين او نعطي قياس يكون هو توفر الغذاء إشي نقدر إحنا نقيسه. طبعا لما نحكي نقيسه يعني عم نعطيه رقم معين. في عنا أنا آسف سيد أسعد إذا حاب تكمل. أتصور إيه ممكن نقيسه، بس يعني بده أسسمنت، لازم تعرف وهالشيء أكيد كمان يعتمد على المجتمع اللي بدك تقيس فيه. إنه مثلا في مجتمعات معينة تعتمد على الخبز بجميع الوجبات، باعتبار عم نحكي عن الطحين والخبز، فتوفر مادة الطحين بالسوق أمر ضروري. على سبيل المثال بمدينة عدد السكان فيها يكون 1,000,000 شخص، أكيد في نسبة معينة كافية لهي المليون شخص. في حال صار نقص بعدد أو بإنتاج الطحين لسنة معينة، فهون ممكن نحن نحسب أنه اليوم الفلاني السنة الماضية كانت تنتج أو حاجة المدينة لهاي الطحين بكفي لهاي المدينة على سبيل المثال 500 كيلو أو طن باليوم الواحد، فحالياً عم يصلها نص الكمية اللي كانت تصلها السنة الماضية، فهالحالة بيكون في عنا نقص 50%. 50%. هلا يعني انت بتحكي مع انه نعم نقدر نقيسها وتمجربل مثلا، تمام. وهاي مثلا انت المثال اعطيتني اياه، ايش رح يعطيك مؤشر انه بتحكي انه ال 50% المتوفر من احتياجات هاي المنطقه؟ ايش رح يعطيك انت مؤشر وعشان انت من خلاله تعطي مثلا قرار معين وبلش تحل المشكله؟ هلا بده يصير نقص بكمية معينة. هلا نحن ما بعرف إذا نحن نكمل نحكي عن مادة واحدة بس، نعم، ولا إنه لازم نحكي عن الفود بشكل. إحنا نحكي عن الفود، على الغذاء بشكل عام إذا إحنا بنقدر نقيسه، بس أنت رحت لي على مثال أكثر دقيق، تمام. فأنا عم بكمل معك، أنت قلت إنه احتياجهم المتوفر فقط 50%. انت مثلا كصانع قرار، مثلا اسعد انت لهذه المنطقه انت صانع القرار، تمام. ايش هذا بيعطيك مؤشر؟ مؤشر ممكن يصير جوع. ممكن يصير جوع، كيف بدك تحله؟ حكى الزميل قبل شوي عن الاستيراد، في حال ما كان موجود اكيد بدك تلجأ لماده ثانيه تكون تعوض. تمام، مقصود دقيق بالسوق. يعني شفتوا، يعني كل ما كان الشغلة إنه إحنا نقدر نقيسها
تمام، عم تعطينا حلول. يعني احنا اعطانا رقم بس، يعني السيد اسعد اعطانا رقم واحد صغير، صرنا نفكر ايش تبعاته، ايش ممكن يصير اذا ضلوا هيك لفتره معينه، وكيف ممكن احنا ندبر هذا النقص، عرفت كيف؟ فدائما هذا هو ليش احنا دائما بنعمل تحاليل للامن الغذائي، انه احنا عم تعطينا مؤشرات معينه. يعني هلا لو احنا عملنا مثلا دراسه اعطتنا مؤشر ان هون في نقص بمادة معينة، مثلا خلينا نحكي بالخضروات او خلينا نحكي بالبروتينات، تمام، على طول لصانع القرار عشان يتفادى يصير عندك عدم امن غذائي بالمستقبل، على طول يصير يلاقي حلول، يا اما يستورد يلاقي مادة بديلة لها عشان نغطي هالفجوة حتى يرجع الناس الموجودة تحته للامن الغذائي. شكرا كثير سيد اسعد لمشاركتك. في كانت فيان عم بدها تشارك معنا، صح؟ نعم، لورين كانت رافع ايدها بدها تشارك، اذا بتحبي تشاركي. مين في حدا ثاني بده يشارك؟ يمكن صالح، تفضل يا صالح. صباح الخير، شكرا للجميع. صباح النور، اهلا. لا، عندي أنا شغلة، في عندي احتياجات غذائية للشخص، في عندي سعرات حرارية، في عندي كمية من البروتينات، كمية من الفيتامينات، كمية إلى آخره. لقياس المقدار الحاجة للأمن الغذائي، أنا بدي أقيس هاي المؤشرات مع عدد السكان مع المتوفر لدي. نعم. بدي أعمل ميزان، هذا الميزان إنه يكون إيجابي لمعطيات معينة، يكون سلبي لجوانب معينة. في الحالة هاي أنا بدي أعمل بالانس بين الاحتياجات والمتوفر عندي، وأتخذ الإجراءات هاي، إما واحد منها الاستيراد، ممكن إدخال زراعات بديلة. الميزان اللي عندي في إيجابي أنا ممكن أعطيه توجه لأنه يكون البالانس زيرو بين اثنين. ممكن أنا أعزز اللي أعطاني مؤشرات سلبية لأعطيه للاتجاه الإيجابي. yes. هاي وقت الاقتراحات، حتى هاي القضية هاي عم أقلل من قضية الاستيراد. تمام. يعني هون أكثر إشي، يعني أنتوا كلكم متفقين أنه واحدة الأول أساسية من أساسيات الأمن الغذائي هو توفر الغذاء، ممكن إحنا نقيسه، صح؟ أحمد في كومنت. yes. let me check. okay. adding to the importing. adding to the importing food, we could look into reinforcing the capacity of productive assets to fill. exactly. thank you عبد الرحمن so much for that. يعني this is عبد الرحمن, you are giving us no more as no a solution for no عندك lack of availability of food مثلا. تمام, يعني عندك lack of availability of food, and you are giving us a solution, and this is one of the great solutions actually, and we can discuss it later on whenever we finish all discussing all the main pillars of food security. So, بس هو السؤال كان بالضبط إذا إحنا بنقدر نقيسه أو لا، يعني التوفر الغذاء ممكن نعطيه قياس، وإن شاء الله رح أعطيكم جواب آخر إشي، وكتير القياس تبعه رح يكون كتير سهل وأبسط ما إحنا كنا عم نفكر فيه. تمام؟ هاي خليها للنهاية عشان إحنا نناقشها. تمام؟ طيب هلأ طبعا انتوا حكيتوا في مشاكل كثير لتوفر الغذاء، زي هو اذا كان في حرب ما في عندك تقدر توصل، يمكن المزارع ما يقدر يوصل لمزرعته، برضه عندك من عوائق اخرى، هي مثلا اذا انا عندي مزرعه بقر دجاج مش متوفر عندي مثلا، زي ما سيد عبد الرحمن حكى مثلا الكاباسيتي او انه القدره لهاي المزرعه ما فيش مدخلات انها تنتج مثلا، فأثرت على الانتاجيه تبعتها. تمام، ما في توفر بذور. طبعا لما نحكي عن بذور احنا بنحاول نجيب بذور بجوده عاليه جدا تعطينا انتاجيه عاليه،
أو اللي هو اللفظ أو الخسائر، الخسائر عم نحكي عنها بشكل عام بسبب حروب، أو مثلاً ممكن صار عندك مشكلة طبيعية مثلاً، هذا بيأثر على توفر الغذاء صح؟ يعني مثلاً آخر فترة أظن بشرق سوريا صح؟ عندما يمكن عندنا شوي عند منطقة الحسكة صار عندك فيضانات صح؟ طب هاي الفيضانات ما رح تأثر على القدرة الزراعية؟ مش في مزارع كلها صار فيها فيضانات وخرب موسم الزراعة مثلا، أو لأنه هم مثلا القمح ببلشوا يزرعوا فيه من شهر 11-12 صح؟ فصار فيضان، هذا ما رح يأثر على الإنتاجية؟ رح يأثر على الإنتاجية، ورح يأثر كمان على بعدين على توفر هذا الغذاء، لأنه ما بنعرف قديش منه نجا من تم الزراعة تبعته، والحصاد يمكن يكون الكمية أقل، أو الأراضي اللي رح تنزرع رح تقل عددها، مما يؤدي إلى تقليل الإنتاج، وهذا رح يقلل من توفر مثلا مادة القمح بالسوق. تمام؟ نيجي على الفود أكسس، تاني أساسية من الأمن الغذائي. تمام؟ هاي تاني أساسية من الأمن الغذائي اللي هو food access، أو إن هو القدرة للوصول للغذاء. أنا بدي أسأل سؤال بشكل عام، شو قصدنا إحنا إنه الوصول للغذاء؟ شو قصدي فيه؟ شو رأيكم يا جماعة؟ قبل ما أنا أبلش أشرح فيه، شو قصدي أنا إنه القدرة للوصول، لأنه هاي تاني أساسية من إنه يكون عندك أمن غذائي اللي هو الوصول للغذاء. طب أنا كيف بدي أوصل له؟ إيش قصدي إنه أوصل له؟ إيش يعني؟ أروح أنا أشتريه ولا شو ولا كيف؟ شو رأيكم يا جماعة؟ مين حابب يشارك؟ عبد الرحمن تفضل. سلامات جميعاً، أنا عبد الرحمن من منظمة أكتد. شكراً لك. بالنسبة للقدرة للوصول للغذاء، قبل كل شيء لازم يكون في عندي كاباسيتي، يعني يكون في عندي كاش انه انا اقدر اشتري هالغذاء هذا من اماكن. وهي النقطه الاولى اللي انا بشوفها. النقطه الثانيه انه لازم يكون عندي فيزيكال كاباسيتي، انه فيني اقدر اصل على السوق على سبيل المثال، مثلا انه السوق امن او مو امن. فهاي تندرج تحت نقطتين بالنسبه لي، موضوع الوصول للغذاء هي القدره اني انا اصل على الغذاء، انه يكون في عندي كاش. النقطة الثانية إنه أن فيني أروح على أماكن تواجد الغذاء ويكون عندي قدرة فيزيائية. النقطة الأخرى المتعلقة فيما يتعلق بالوضع العائلي، ممكن أنا إنه أنا يكون في عندي موارد غذائية على مستوى عائلتي بتكفيني أو لا، إنه يكون في عندي مثلاً موارد زراعية، أو يكون في عندي حديقة مثلاً مزلية أو ما إلى ذلك. تمام، شكرا كثير سيد عبد الرحمن. يعني انت برضو اعطيتنا الشيئين المهمين، هو الفيزيكال اكسس، انه يكون انه انا قادر اوصل له، وثاني شيء اللي هو انه عنده القدره الشرائيه، واللي احنا بنحطها تحت ايكونوميك اكسس، او الوصول الاقتصادي يكون عندي انا متوفر. في اذا في حدا كان عبد السيد عبد الحميد كنت بدك تحكي صح؟ يعطيكم العافيه. الله يعافيك. يعني نفس الحكي مثل زميلي عبد الرحمن تفضل، انه كمان نفس الشيء، يعني انه لازم واحد يكون قادر انه يوصل للسوق من الناحيه الفيزيائيه، تكون متوفره بالسوق بالاسعار، تكون مناسبه يعني لكل السكان الموجودين في المنطقه. يعني ما في اضافه شيء، يعني نفس الاجابه. في عندكم اشياء ثانيه حابب تضيفها، او ممكن يكون وصول بشكل ثاني غير الاقتصادي او هو الحضور او الفيزيكال اكسس؟ طيب هلا نحكي عن اول شيء السيد طلال رفع ايده، وبعدين رح ناخذ السيد صالح. سيد طلال، لازم يكون عندي وصول مثلا بعض الاماكن يكون في حواجز، انا ما بقدر اعبر هاي الحواجز من ناحيه امنيه مثلا، احيانا في صراعات طائفيه ممكن. نعم. مثلا الفئه، او خلينا نقول الفئه هاي من المجتمع ما تقدر تروح على المكان تواجد السوق. نعم. ممكن يكون في نزاع طائفي او نزاع ديني خلينا نقول. فهاي الامور هاي احد الأكسسات اللي ممكن ما تتوفر، وبالتالي ما بقدر أوصل للغذاء. شكرا كثير سيد. يعني هو أعطيت أمثل أكثر على إنه عدم القدرة اللي يكون عندك physical access. طيب
سيد صالح، في عندك شيء كمان تضيفه؟ هي كانت نفس تقريبا، يعني كان الوصول يعني بكرامة، بحيث انه هذا الوصول لا ينتقص من كرامة الانسان واحترامه من اي جهة كانت. هاي كانت تمام. شكرا كثير. في سيد عثمان برضه راح يحكي معنا، تفضل. ايش عندك كمان افكار، او انه مثلا ممكن اشياء ثانيه تمنع الوصول للغذاء؟ سيد عثمان ما عم نسمعك. سيد عثمان عشان بعدها ناخذ عائشة. أظن في مشكلة سيد عثمان، إنه ما عم نقدر نسمع إيش عم تحكي. خلينا بهاي الفترة. هلا عم نسمعك. تمام. بدي أحكي أنا عن الوصول الاجتماعي. مثلا بعض المجتمعات ممكن ما تسمح للمرأة إنه تصل أو تروح للسوق لحالها، تصل للمواد الغذائية بتشتريها. فهذا أحد الأمثلة عن الوصول الاجتماعي. شكرا كثير سيد عثمان، شكرا كثير. نعم معين. لا، لأنه حكينا عن الفيزيكال أكسس، إنه هو يكون القدرة للوصول للسوق. عندك حكينا عن الإيكونوميك أكسس، اللي هو القدرة المالية أو القدرة الشرائية إنه نروح نشتري. تمام. في عنا اللي هو الاجتماعية، إنه هي ما عم بتخلي تحطه زي أوبستكل أو إنه زي عائق إنه إحنا نوصل لهذا الأكل. تمام. طيب عائشة حابة كمان تضيف إشي؟ إيه، أنا بدي أحكي فكرة إنه توافر الأسواق نفسها، إنه أنا بكون بساكن بمنطقة السوق يكون قريب مني، فهي صح. نفس الفكرة اللي حكوها زملائي. نعم. إيه. شوف هاي رح هلا نطبقها لكل واحدة لحال. سيد عثمان حاب تضيف إشي تاني لأن رفعت إيدك كمان مرة؟ سيد عثمان. برضه سلمى عم نقدر نسمعك. تمام. هلا الاحتمال الثاني. شكرا. ايش هو سيد عثمان؟ تعيد. ما في شيء ثاني حابب اضيفه. شكرا. شكرا. شكرا لك. هلا شكرا جدا لمشاركتكم. نعم، هلا عندك الفيزيكال اكسس اللي هو واحده منهم، انه انت وبرضه زي ما حكت اختنا عايشه انه السوق قريب منك او لا. ورح نورجيكم ان شاء الله بالجوله الثانيه لما نشرح من الفود سيكيورتي او الامن الغذائي بالدوره الثانيه، هي شوي ادفانس، شوي اكثر متوسطه المستوى. تمام. رح نقول لكم، رح نحكي لكم كيف احنا برضه بالاستمارات بنسال، انه مرات حتى كثير مرات بيسالونا لما نعطي تريننج او تدريب لتول معينه، طب انتوا ليش بتسالوا عن السوق؟ ليش بتسال قديش هو بعيد عندك السوق؟ ليش تسأل إذا السوق حوالينك أو لا؟ وقديش بعيد عنك مشي أو قديش بعيد عنك بالسيارة؟ لأنه تخيل لو أنا مثلاً عايش بقرية، ممكن يكون في سوبر ماركت صغير، هدول البائعين المتجولين حوالين، حتى إحنا مثلاً أنا هون عايش ببيتي في سوبر ماركت قريب مني، بس ما بقدر أجيب كل احتياجاتي منه. مثلاً ما بيكون عنده الخضرة دائماً متوفرة، بدي أضطر أروح على سوق أكبر. طب هذا السوق الأكبر، أو لو بنحكي مثلا سوق أسبوعي أو سوق دائم قريب من بيتي، إنه مرات يمكن أنا ما تتوفر عندي السيارة أروح. تمام. ما في مواصلات مثلا، إذا أنا كنت منطقة مقطوعة المواصلات كتير صعب فيها، وعندي هذا أنا السوبر ماركت الصغير الجنب بيتي، بس الجنب بيتي ما عم بوفر لي كل احتياجاتي. بس خلينا نحكي مثلا أنا بدي لحمة. تمام. بدي اروح اشتري مثلا دجاج، سمك، بس هذا السوبر ماركت الصغير يمكن ما يوفر لي اياه، مع انه قريب بروح لو ماشي وبجيب منه اغراض، بس انا مش قادر اوصل للسوق الاكبر لانه في عوائق غير، انه المواصلات غير متوفره، ويمكن عندك نحكي الببليك ترانسبورتيشن مثلا مش كتير سهل انك تاخذها وتاخذ عندك يوم كامل لتوصلها. ف
هاي الاسئله نجيها بعدين لما نورجيكم مثال على تول معينه او استبيانه معينه. فدائما بحكوا طب ليش بتسالون، ليش بتسالوا عن السوق؟ السوق كثير مهم لانه هو وحده من اساسيات يكون موجود امن غذائي، تمام؟ فستعيش برضو سيد صلاح حكولنا كيف برضو بتأثر عندك الوصول اللي هو غير السوق وين موجود. غير هيك انه اذا صار عندك حصار، صار عندك حرب معينة، او مثلا صار في زلزال، صار مثلا في فيضانات، انت بهذا اليوم انت مقرر تروح على السوق الدائم، هو بعيد عنك نص ساعة بالسيارة، حملت حالك بدك تسحب بالسيارة وتروح هناك، تمام؟ ولا بقول لك هاي المنطقة كلها مسكرة والشارع هذا مسكر اللي هو الشارع الوحيد اللي بيأدي للسوق الدائم مسكر لأنه في فيضان. طب أنا كيف بدي أوصل له؟ كيف بدي أجيب الأكل؟ فهذا بيأثر على الأمن الغذائي تبعي، تمام؟ تاني إشي عندك اللي هو القدرة الشرائية اللي هو إحنا بنحكيها الإيكونوميك أكسس، تمام؟ إنه بدنا نشوف قديش قدرة الناس على إنها تشتري، معها مصاري ولا ما معها مصاري. نتطلع مثلا على المتوسط الدخل هاي الدولة مع متوسط أسعارها، يعني في مرات كتير بتلاقي دول الأسعار عم بتزيد أكتر ما الدخل عم بيزيد. طب هذا رح يأثر على القدرة الشرائية، مثلا بدل ما أنا كنت آكل كل يوم مثلا لحمة وأتغذى بروتين، هلا صارت يومين ثلاثة، فهذا عم بيأثر على الأمن الغذائي تبعي. نشوف مثلا ايش في، مثلا انا بدي اسال سؤال غير المصاري المتوفره اللي هو القدره الشرائيه، ايش بياثر، ايش اللي بياثر على الايكونوميك اكسس؟ ايش في اشياء ثانيه بتخلي انه لا ما يكون في عندك امن غذائي من الايكونوميك اكسس او اللي هو الوصول الاقتصادي او هو توفر المصاري عند الشخص؟ ايش في اشياء ثانيه ممكن تاثر عليها؟ طبعا حكينا الحرب اكيد رح تاثر، بس في وحده لو تحكوا لي انه شيء معين لو تحكوا لي اياه بياثر شيء اساسي على انه يكون توفر المصاري عند الشخص، شو هي؟ شو رايكم يا جماعه؟ نعم عايشه تفضلي. لما يكون دخلي متناسب مع اسعار السوق، يعني بقدر اشتري اللي بدي اياه بنفس الوارد اللي أنا عم يجيني. صح كلامك، هذا واحدة منها إنه الأسعار عم بتزيد أكثر من زيادة في عندك في الدخل. طبعا هذا بنسميه اقتصاديا تضخم اللي هو inflation، تمام؟ في indicator ثاني اللي هو بنسميه تحت الماكرو إيكونومكس أو هو الاقتصاد الكلي وكثير مهم. شو هو؟ لورا تفضل. هاي بيلو اند اول. هو يمكن يكون finding alternative resources. Finding alternative resources. Yeah, but to be more specific, Lauren. ممكن يكون إيجاد حلول بديلة اقتصادية زراعية، ممكن يكون حلول بديلة للماركت، لأنه كتير أوقات بالإمرجنسي ستاتوس سبيسيفيك ما يكون في كنترول على الماركت أو ما يكون في كنترول على البرايسز، فبهيك كرايسز يكون في فاينديك ألترناتيف ريسورسز، ممكن يكون في دعم لفئات محددة. فهذا الشيء بظن ممكن يكون ايدنتيفاينج ستراتيجيكس economic strategies. Okay, yes. You're saying more into to find a solution for that. What impacts the economic access? And it's how to resolve the issue of inflation and the increase of prices and the inputs are unavailable or to give more funds for vulnerable people. تمام؟ But why these people are vulnerable? Why they don't have money? Why do you think, guys? إنه ليش هدول الناس صار عندهم مشكلة إنه إحنا ما عندنا قدرة شرائية؟ إيش هو الإشي الوحيد مثلاً إذا أي حد عنده background اقتصادية؟ لما نحكي على الاقتصاد الكلي في عنا indicators معينة بنحسبها عشان نشوف كيف هذا بيأثر على الناس. Yes, Lauren. ممكن يكون فقدان مصادر الدخل الأساسية اللي هو كان عم يعتمد عليها مسبقا، اللي هي بتاثر، اللي هي اساسها ايش؟ اللي هي employment، اللي هي اساس المعيشه اللي عنده، يعني exactly. basic
Yes, thank you, Lauren. اللي هي نحكي عنها دائما برضو بدنا نشوف نسبة البطالة. هلا خلينا نحكي، احنا نحكي في اشياء من برا عم تجي. هلا ايش اكثر شيء بالبلدان العالم عم بياثر على القدره الشرائيه للشخص انه ما يقدر يوصل للغذاء؟ ايش صاير بالعالم كله الكل من جن؟ كمان ممكن يكون الدخل، سوري. هلا الدخل، هلا بس في إشي صار بالعالم كله عم بيأثر على دخل الشخص كنفسه، ناس عم تخسر مصاري، ناس عم تخسر بيزنس، اللي هو إيش صاير بالعالم اللي كله هلا؟ تضخم. مين حكى كورونا؟ الكورونا صح؟ الكورونا مضبوط، وآثار كورونا اللي صاير. نعم، هلا الكورونا أثرت على الشيء اللي حكينا عنه أساسي اللي هو توفر الغذاء. لما يصير عندك لوك داون قاعد بالبيت لا قادر توصل، يعني أنا مثلاً لما صار اللوك داون مثلاً السنة الماضية اشترينا لأسبوع، قلنا رح يعملوا لوك داون لأسبوع، تمام؟ اشترينا أكل لأسبوع، إنه خلاص لوك داون هي بس لأسبوع. طب وبعدين بعد الأسبوع الأكل بلش يخلص، تمام؟ وإحنا مش عارفين كيف نطلع السوق، لسه الحكومة ما طلعت قرار إنه يصير في ديليفري، نطلع مشي نجيب الأكل. ليترلي يا جماعة آخر يومين من الأسبوع بطلنا ناكل كميات كبيره. لا خلي هون شوي لانه انتم ما تعرفوا امتى السوق رح يفتح. صرنا نعمل الترناتيفز نلاقي مثلا، هذا اثر على توفر الغذاء. غير توفر الغذاء الكورونا اثرت على اللي هو نسبه البطاله. نسبه البطاله هلا بتقارنوها مع قبل الكورونا زادت بكميه كثير كبيره. طب لما تزيد البطاله ايش رح يصير لدخل الواحد؟ بطل معه مصاري، عنده اولويات ثانيه. تخيل واحد مثلا كان بيشتغل خلص مؤسس حاله، تمام انا مصاريه هيك 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 بوزعهم. سيد عبد الرحمن انا هلا رح اجيك بس اخلص هاي الجمله. انه انا بطل معي دخلي او دخلي صار نص، تمام؟ وين انا بدي احط اجار اذا هو بيستاجر؟ انتم بتعرفوا انه الاجار كثير مهم لانه تخيل لو ما دفع الاجار خلص رح يطلع برا البيت. وين بدي انا هلا اقلل من اكلي؟ فانا مرات ناس كثير بيحكي لا خليني انا ادفع الاجار اضلني مستور ببيتي وبقلل كميه الاكل، تمام؟ تفضل سيد عبد الرحمن، حابب تضيف شيء؟ استاذ صراحه انت حكيت عن المايكرو ايكونوميك وما الى ذلك، فصراحه انا اجى على بالي الوهله الاولى هو الناتج الاجمالي المحلي اللي بيتاثر للدول بشكل عام في اثناء الازمات، واللي بتاثر على موضوع البطاله بشكل كبير والى حد بعيد جدا المستوى المعيشي لدى الافراد. بس سيد عبد الرحمن بدي اقول لك الجي دي بي هو بنحكي عن الناتج المحلي، اكثر شيء بنحكيه على توفر الغذاء ولا بنحكي على الايكونوميك اكسس؟ شو رايك؟ لا الايكونوميك اكسس على الايكونوميك اكسس. طيب اللي هو انت عم تحكي، وهلا هو ممكن هلا انت لما تشوف الناتج الجي دي بي مثلا نزل عندك يعني عندك الانتاجيه قلت، هذا اكيد رح ياثر على توفر الغذاء. وايضا لما انت تشوف الجي دي بي نزل عندك صح نزل، يعني انت عم تحكي انه في ناس ما عم تنتج اكثر، في ناس بطلت تنتج فيمكن الدخل تبعها اقصر. فثانك يو فور ذات. هلا دائما احنا لما وكثير شكرا على سيد عبد الرحمن، هاي الجي دي بي هو بيعطيك اول مؤشر بشكل عام، فبنفوت احنا مور ديتيلز تو ستدي مور انديكيتورز زي الانفليشن امبلويمنت، تمام؟ حتى ايش في كمان مشكله اللي هو الاكسشينج ريت. هلا خلينا نحكي لو عملنا دراسات بسوريا كانت واحدة من السنة الماضية ولا هلا إيش هي واحدة من الميجر أو المشاكل الأساسية للوصول للأكل؟ أو إنه مثلا عم نحكي مثلا نروح على المخابز إيش أثر عليهم؟ إنه ليش ربطة الخبز يا جماعة زادت بهاي الكمية؟ إيش المؤشر الاقتصادي الأثر عليها؟ شو رأيك؟ شو رأيك تحكي؟ يعطيكم العافية جميعا. السبب الأساسي لعدم الاستقرار اللي صار هو عدم استقرار سعر الصرف بسوريا، لأنه سعر الصرف عم نشوفه عم ينزل كثير وعم يطلع كثير، فأسعار المواد ما عم تكون ثابتة. أسعار المواد الأساسية المواد الأولية اللي عم تدخل بالعملية الإنتاجية الأسعار ما عم تكون ثابتة، فهذا الشيء عم يأثر على المعامل على المصانع على التجارة الجملة، عم يأثر على المستهلكين، يعني عم تأثر بشكل عام. السبب الأساسي وعدم
استقرار سعر الصرف يساوي تضخم اقتصادي مطبيعي. شكرا شكرا. شفتوا هاي كانت كنا نواجهها دائما، ولهلا كل ما نسأل ايش المشاكل الأساسية اللي بتواجهوها، سعر الصرف. سعر الصرف السوري انه لما نقارن الليرة السورية مع الدولار نزل كتير، يعني يمكن اخر فترة وصل $1 ل 3000 ليرة سوري، صح اذا بتقدر تأكدوا لي، او لانه هو قاعد عم بتغير حتى بيوم بيوم عم بتغير سعر الصرف. تمام. طب انت عم تحكي طب لو انا راتبي ما تغير وانا بالليره السوريه عم باخده، ما واكب التغير او نقص بالاكسشينج ريت، وبرضه زي ما حكى السيد ازاد مرات الانبوت او المدخلات الزراعيه او المدخلات الانتاجيه مرات بيشتروها بالدولار وبعدين لما بيبيعوها بيبيعوها بالليره السوريه، فعندك صار في فرق، فصار عندك تضخم بالاسعار. عرفتوا؟ هاي من المشاكل بتؤدي الى وحده من المشاكل الاساسيه اللي بتؤدي الى عدم وجود امن غذائي، لانه بطل متوفر، الناس بطلت قادر تشتري لانه الغلاء زاد سعرها. طب واحنا رواتبنا ما زادت بالكميه، لو حتى لو تغير سعر الصرف بس ما زاد بنسبه زياده الاسعار المنتجات. تمام. سو الاكسشينج ريت هلا واحدة من المشاكل الأساسية الموجودة بسوريا. طب بنورث بسيرة خلينا نحكي نشوف مثلا إذا عندكم فكرة عندها، إيش صار الخبز؟ صار يبيعوه بإيش؟ أو صار التداول صار بأي عملة؟ هلا إحنا عملنا مثلا دراسة، صار التداول بأي عملة صارت هناك؟ نعم خيره أو خيره تفضل. ما عم نسمعك اذا عم تحكي. اي بالنسبه للخبز على سبيل المثال بشمال شرق سوريا، هلا بالنسبه عندنا نوعين من الخبز، عندنا الخبز المدعوم هذا ظل يباع بالليره السوريه وباسعار نوعا ما مدعومه. في عندنا النوع الثاني اللي هو الخبز السياحي، كان في ارتفاع باسعاره مقارنه باسعار صرف الدولار بحكم انه كان يتم استيراد الطحين بالدولار. هذا الشيء اثر على المواطنين من جهتين، اول شيء سوى ازدحام أول شيء بالنسبة للوصول للخبز المدعوم لأنه مراكزه قليلة نوعا ما، هون رخيص ولكن صعوبة وصول. بالطرف الثاني في عندك الخبز السياحي نوعا ما وصول جيد ولكن أسعار كانت عالية جدا بنفس الحكي اللي حكيته اللي هو أثر عليه سعر صرف الدولار. نعم. فهذا أدى إلى أنه صار عندك نقص بالأمن الغذائي عندهم، صح؟ أنت بتعرف الخبز مادة أساسية، صح؟ نعم. وهذا لما عملنا كثير دراسات أمن غذائي هناك ولاحظنا تراجع كبير بالأمن الغذائي بالمنطقة، وهي واحدة من الأسباب إنه أنت أوكي. يعني سيد خيرو وصل لي معلومتين رائعات، الوصول سهل لا السياحي أو الغير مدعوم ولكن كثير غالي بالنسبة لهم لأنه صرف صرف الليرة السورية اتغير ونزل كتير مقارنة للدولار، بيشتروا الدولار الطحين بيشتروا بالدولار، فمش قادرين يوصلوا له اقتصاديا او ما عندهم قدرة شرائية مع انه وصول سهل. هلا صار المدعوم صار عليه ضغط كتير، صار الوصول له صعب اللي هو الفيزيكال اكسس، بس القدرة يمكن المالية بيقدر يوصلوا لها، فعندك هدول الاثنين ادى الى ايش حدوث عندك عدم وجود امن غذائي. تمام. فصار البديل هلا صار المدعوم ينباع بليره تركيه، يعني حولوا بدل ما صار عندك يشتروا ويبيعوا بالليره السوريه صارت بالليره التركيه. تمام. هذا بيقلل شوي من اللي هي كيف نحكيها الهارم الأذى اللي تسببه صرف صرف الليرة السورية. تمام. فصار حولوا حتى الدخل صار بالليرة التركية. تمام. فصار كله البيع والشراء بالليرة التركية، فهذا خفف الضغط على الناس. تمام. هلا حكينا عن الوصول هو اكسس، حكينا عن اللي هو الايكونوميك اكسس، وحكينا عن الفيزيكال اكسس. طب سيد I think عثمان حكى لنا في عندك عوائق اجتماعية، زي شو عوائق اجتماعية؟ شو رأيكم؟ آه
شو رأيكم يا جماعة؟ زي شو عوائق اجتماعية؟ تفضل فيان، صح؟ أنا آسف إذا حكيت الاسم غلط أو شيء. لا مزبوط فيان. Hello everyone. هلا بالنسبة للعوائق الاجتماعية بظن إنه مثلاً يكون الماركت بمكان صعب إنه النساء توصله. مثلاً إنه يكون الطريق غير مؤمن، أو يكون المكان اللي الماركت فيه صعب إنه يتقبل وجود النسائي فقط، أو مثلاً إنه تكون المرأة مثلاً هي أصلاً ما فيها تطلع من البيت، يكون عندها مثلاً عائق بالعائلة عندها إنه ممنوع تطلع من البيت أو شيء، وهي تكون مجبرة على إنه تأمن الغذاء لهاي العائلة تبعها. تمام، هاي من أكبر العوائق اللي إحنا برضو بنواجهها بمجتمعنا، إن كان بسوريا، بالأردن، بفلسطين، هاي المناطق يعني كالشرق الأوسط، إنه دائماً بفضلوا إنه أوكي يمكن الأنثى هي اللي تحدد شو بدها أكل، بس عادةً الرجال هو اللي بيروح بيجيب الأكل، بيصير لأنه بتعرف بيصير يتعامل، خاصة إذا بده بيروحوا على الحسبة أو السوق الدائم أو السوق الأسبوعي مرة واحدة بتحسب عجقة، وبيفضلوا إنه يتعامل مع الرجال أكثر من امرأة. تمام، فبصفي عندك، تخيل لو أنت طب امرأة عندها أولاد صغار ما بتقدر حتى تبعت أولادها، بتوفي زوجها أو زوجها مش موجود معهم بالبيت، وهي مضطرة تقوم بالبيت، طب كيف بدها تروح على السوق وتجيب الأكل؟ عرفتوا؟ وهاي من الأشياء رح نشرحها بعدين بالتحليل المتقدم للفود سيكوريتي، كيف إحنا دائما لما نحسب مؤشرات الأمن الغذائي، تمام؟ بنحط نعمل مثلا disaggregation أو نعمل تحليل على مستوى إذا رب الأسرة أنثى أو ذكر، لأنه بدنا نشوف إذا عن جد إذا كانت ربة الأسرة أنثى هي متأثرة أكثر من الذكر، لأنه في عندك دائما بنشوف العوائق الاجتماعية بتأثر أكثر على الجنس اللطيف وهو الأنثى. تمام، فدائما تحاليلنا هذا من أهم شيء لما نعمل المؤشرات الأمن الغذائي، نعملها على مستوى اللي هو جنس رب الأسرة واللي هو أنثى وذكر، ومنشوف مرات في عندك فروق كتير كبيرة بين إنه الذكر مثلاً إذا كان رب الأسرة ذكر، مستوى الأمن الغذائي بيكون أفضل من مستوى الأمن الغذائي للأنثى، طبعاً في مناطق معينة عم نحكي مش بكل العالم. تمام، لأنه في عندك عوائق اجتماعية على المرأة أكتر، عليها ضغوط أكتر من الرجال، وكمان غير هيك ليش؟ لأنه نرجع نحكي على الدخل هو الإيكونوميك أكسس، مرات الرجال ممكن مفتوح له فرص عمل أكتر من الأنثى، مش فقط إنه هو إنه عندك عوائق إنه المرأة إنها توصل للسوق، ولكن خلاص هو موجود إنه الذكر ممكن يشتغل أشياء أكتر أو تحتاج لقوة جسدية أكتر، فالعمل بيكون متوفر للرجال أكتر من المرأة، فأكيد الدخل هون عند الرجال أكثر من المرأة، ويؤدي إلى أنه قدرته للوصول المالية للأكل أكثر من المرأة، فهيك مرات كثير منلاقي فروقات شاسعة بين لما نعمل المؤشرات الأمن الغذائي على مستوى جنس رب الأسرة. تفضل سيد أزاد. في نقطة أنا حابب أضيفها، ما بعرف بالنسبة لذوي الإعاقة كمان عم يعانوا من عوامل بيئية واجتماعية كبيرة من ناحية تأمين الأمن الغذائي لهم، خاصة إذا كانوا أرباب الأسر، يعني العوامل المادية ما عم تكون متوفرة لذوي الإعاقة أو ذوي الصعوبات، يعني بالمتاجر أو بالمحلات ما عم تكون، بالإضافة للعوائق الاجتماعية الموجودة في المجتمع عندنا والثقافات الموجودة عندنا، في قسم كبير ما عم يتقبلوا ذوي الإعاقات. نعم، أنا بحط مثلاً الإعاقات، طبعاً برضو بتحليلنا دائماً المؤشرات نعملها على مستوى كم إعاقة عندك، أو إذا رب الأسرة عنده إعاقة أو لا. تمام، لأنه هاي الإعاقة هاي رح تكون physical access، هو مو قادر يطلع، وبعدين مش قادر مرته تطلع عشان السوق ما بتقبل مثلاً أنثى تنزل هي تشتري، صفى عندك social access and physical access تنين،
عرفت كيف؟ فكتير مهم. بعدين هلا بنشوف ان شاء الله بتحضروا معنا من 13 شهر ل 22 الشهر اللي هو كيف احنا بنجمع الداتا وعلى اساس ليش ناخذ هاي الاسئله بنسالها بنشرحها كلها بالتفصيل وكيف نحسب كل انديكيتر بالتفصيل. عرفت كيف؟ بس احنا بنحكي بشكل عام بدنا نفهم ايش هو الامن الغذائي وايش اساسيات الامن الغذائي عشان دائما احنا ليش نحكي مثلا عن اساسيات الامن الغذائي اللي هو توفر الغذاء اللي هو قدرة الوصول للغذاء أو الاستهلاك utilization كيف بتتم استهلاك الغذاء. هاي بتساعدنا كتير عشان نحط الأسئلة بالاستبيان لما نسأل مين الأسرة اللي إحنا رح نقابلها. تمام؟ طيب هلأ إحنا هون خلصنا تاني أساسية من أساسيات الأمن الغذائي. تمام؟ ثالث أساسية هي food utilization. كيف أنت عندك القدرة للوصول، عندك متوفر الأكل، كيف أنت عم بتجهز هذا الأكل عشان تأكله؟ إيش هي الكميات اللي عم تأكلها؟ تمام؟ خليني أقول لك مثلا أنا مثال، أقول لك أنا بعدين أقول لك مثالي، بدي أشوف شو أظن بفود يوتيلايزيشن، كيف أنت عم تستهلك هذا الأكل؟ أو كيف نمط استهلاكك؟ شو رأيكم؟ شو أظن بنمط استهلاكك؟ متوفر، انت قادر توصل للسوق، عندك القدره الماليه، ما في عندك اي عوائق اجتماعيه، الاكل متوفر. تمام؟ طب ايش يعني استهلاك؟ كيف انه نمط استهلاكي؟ فيان تفضلي. هلا نمط الاستهلاكي بظن هو انه اذا هاي الاسره او هذا الشخص يلي جاب هاي المواد الغذائيه فينه يعمل من هاي المواد الغذائيه اكل، يعني خاصة إذا ما كانت مثلاً معلبات أو شيء، يعني لازم طبخ مثلاً في عنده المواد الأساسية ليعمل فيها هذا الأكل أو هاي المواد لتصير قابلة للأكل. وكمان شغلة إذا أفراد العائلة تبعه فيهم يأكلوا هذا الأكل أو لا، مثلاً يكون عندهم أمراض معينة ما فيهم يأكلوا نوعية أكل معينة، بس هاي النوعية اللي هن بيحتاجوا لها هو ما فيهم يأمنها مثلاً، سواء كانت مو موجودة أو سواء كانت غالية ما في يعني يدفع حقها. نعم. هلأ يدفع حقها هاي صار عندك مشكلة. مشكلة هي الوصول، ولكن أنت بلشت صح إنه في عندك مشكلة بالعائلة، مثلاً عندهم حساسية مثلاً من البقوليات مثلاً ما بيستهلكوها، أو مثلاً عندهم مشكلة بشرب الحليب، تعرف إنه لاكتوز وعندهم مشكلة بالمعدة، فما بيقدروا يستهلكوها بسبب لهم أمراض، مع إنه الحليب كتير ضروري، مثلاً كالسيوم عندك بروتينات وكثير أساسي لنمو الأطفال خاصة، صح؟ طيب شو في كمان اشياء متعلقه بالنمط الاستهلاكي؟ شو بتحبوا تضيفوا كمان امثله؟ سيد طلال تفضل. الاستهلاك الغذائي يعني لازم يكون الغذاء متوفر بالكم والنوع. الكم والنوع، نعم، يعني انت استهلكت بكميه معينه وانت كافيه وبرضه النوعيه اللي اخذتها، النوعيه ايش يعني قصدك بالنوعيه سيد طلال؟ النوعية هي المقصود بها مثلا لازم يكون أنا متوفر كافة العناصر الغذائية سواء الكبرى والصغرى ضمن الوجبة اللي أو خلال ضمن الغذاء اللي أنا عم بستهلكه. تمام، أوكي، يعني الغذاء الصحي، خلينا نقول صحي، يعني قصدك أنه عم بياخذ كل العناصر الغذائية. تماما، يعني الفيتامينات، كربوهيدرات. نعم، خلينا نحكيها بأكثر، إنه هو عم بينوع من إيش المجموعات الغذائية، يعني تماماً بالدايت تبعه. خلينا نحكي اللي هو، على فكرة دائما لما الناس تحكي دايت بفكر دايت إنه عشان تنحف، لا، دايت يعني مثلاً هو أنت حاطط جدول، أنت عم بتنوع وعم تستهلك كل العناصر الغذائية، يعني تأخذ من مجموعة الكربوهيدرات، فيها بروتين، فيها دهون، حتى ما تسأل الجسم بيحتاج لدهون حتى تقوم بالوظائف اليومية، يعني بتحكوا لا دهون مش كويس، لا، في نسبة معينة لازم الجسم يستهلك دهون. تمام؟ برضو غير هاي المجموعات العناصر الغذائية الكبرى، عندك العناصر الغذائية الصغرى اللي هي الفيتامينات التالية لازم ياخدها، الأملاح لازم ياخدها عشان يكمل. تمام؟ فبدنا نعرف إذا هاي مسألة، بدي أقول لك مثلا خلينا أنا أحكي كيف كان نمط استهلاكي، كيف صار نمط استهلاكي. أنا كان وزني كتير عالي، أنا كل استهلاكي كله من برا، بس بأكل
خبز ولحمه واشياء وما عم بركز على اشياء ثانيه. هذا نمط استهلاكي بيؤدي الى وجود امن غذائي، هو غطى شروط تعريف الامن الغذائي يا جماعه. كنت بس اكل من برا يا جماعه، بس اكل هذا اكل من برا. انا غطيت كل تعريف الامن الغذائي، شو رايكم؟ انا بس اكلي من برا، بس هو خلينا نحكي همبرجر مع شاورما و بس هذا هو اكلي. يس بيان تفضل. اكيد لا، لان غير انه الاكل اللي برا يعني بيكون فيه كثير مواد يعني ما بتكون صحيه او بتكون يعني بتسبب امراض تانية او بتسبب مشاكل تانية، بس كمان الانسان بيكون بحاجه للاكل اللي بيكون مثلا مطبوخ بالبيت او الاكل اللي بيكون طبيعي يعني ما في كثير مواد حافظه او مواد مصنعه. فاكيد يعني الاعتماد على النمط هذا اكيد بيكون مضر وبيكون يعني بيسبب كتير تراكمات ونقص بجسم الإنسان. تمام صح، بس في شغلة كمان نسيتها فيات إنه أنا لم... سيد خيرو تفضل. بعتقد إنه أنت اليوم على سبيل المثال ركزت على نوع محدد، يعني مجموعة عناصر محددة ركزت عليها بجسمك. اليوم الجسم كجسم أي إنسان بحاجة لمجموعة متنوعة من العناصر، مثل ما حكيت مثلاً كربوهيدرات، كالسيوم، صوديوم، أو بالأحب حتى موضوع البروتينات والأمور الثانية. اليوم موضوع اللحوم أو الهامبرجر أو المطاعم فيه مجموعة مثلاً من العناصر أنت ركزت عليها، أهملت العناصر الثانية، لذلك من المفترض يكون الغذاء منوع قدر الإمكان بحيث أنك تشمل كل العناصر، تأخذ الفائدة من كل العناصر الموجودة بكل نوع من أنواع الأطعمة. صحيح، شكراً كثير، أنت أصبت بالإجابة هون. نعم غلط. اوكي شكرا كثير. صح، انا هو بدي احكي. طب انا باكل اكلي من برا، يعني اخذت حصه من البروتينات، اكلت لحمه، اكلت كربوهيدرات، طب وين راحت الفواكه؟ وين راحت الخضار اللي باكلها؟ حرفيا ما كنت اكل خضار ولا كنت اكل فواكه، وجسمي كل ما بزيد ما شاء الله. انا مؤمن غذائيا بس عم بنصح، عرفتوا كيف؟ بنصح بس لما عملت فحص البي 12 عندي مثلا، لما البي 12 كثير له علاقه باللحمه، بس مثلا الفيتامين اي عندي مثلا كان كثير قليل، ما كان موجود لانه اغلبيتهم ناخده من الفواكه والخضار. طب انا عندي فيتامين اي بياثر عندك، بياثر على النظر، بياثر على اشياء ثانيه فانكشنال عندي بالجسم. أنا لا أعتبر هيك مؤمن غذائياً، ودائماً لما إحنا نشرح طول معينة تمام للباحثين اللي بيجمعوا الداتا بنقول لهم مش يعني هو شبع يعني أخذ كفايته من العناصر الغذائية، مش يعني حطينا كم من عدس بالمجدرة واستهلكوها 10 تمام إنه هو أخذ كفايته من البقوليات. تمام اوكي شبع، اكل الرز، في عدس، في لبن معاه، شبع الزلمه، ولكن ما اخذ كفايته من مجموعه معينه من العناصر الغذائيه. طب بدي اسال، هل احنا عرفنا شو هو النمط الاستهلاكي؟ رحت بعديها قلت لا تمام انا لازم اروح اغير من حياتي، رحت على وحده تخصص غذائي، حرفيا الجدول تبعي باكل فيه كل شيء بدي اياه، مغطي لي كل عناصر، فيه بروتينات، فيه مجموعات الحليب والاجبان، فيه خضار كثير، فيه فواكه، فيه كربوهيدرات حتى ولكن كميه اقل. تمام، انت بتحس جسمك تغير، انا حسيت جسمي تغير عن جد، حسيت حالي اكثر صحي وصرت فانكشن اكثر، صرت وظيفي اكثر، صرت مركز اكثر، صرت عم باخذ كل العناصر الغذائيه انا بحتاجها. فمش ضروري انه انت شبعت يعني انت مؤمن غذائيا، هذا الفكر اللي نوصلها. طب ايش بياثر على النمط الاستهلاكي؟ في ايش في اشياء ثانيه بتاثر على النمط الاستهلاكي؟ شو رايكم يا جماعه؟ شو في اشياء ثانيه بتاثر على النمط الاستهلاكي؟
شو يا جماعة معاي لسه ولا نحكي لكم؟ السيد عثمان أنا آسف ما انتبهت على كان مفتوح الباوربوينت. خير سيد عثمان بعدين نجي عندك سيد خير. تفضل سيد عثمان. هو ممكن ما بعرف عم تسمعني؟ بسمعك سيد عثمان تفضل. تمام. ممكن طريقة تحضير الطعام، طريقة طبخ الطعام تفرق من نمط لنمط؟ طبعاً كثير بيأثر، كثير بيأثر طريقة تحضير الطعام. يعني في ناس كثير بيحبوا مثلاً لحمة البقر، في عندها مثلاً دودة اسمها دودة شريطية مرات، إذا ما انطبخت منيح، وفي ناس بيحبوها مرات تكون نية، صح؟ بيحكوها إنه اللحمة ما تكون مستوية كاملة، هاي ممكن تسبب أمراض كثير. يعني ممكن تسبب عندك عند العيلة يكون عند الأفراد دودة شرطية، وتعرف الدودة الشرطية أي إشي بفوت على المعدة هي بتاخده، فبصير عندك نقص غذاء عندهم، كون هم لا إراديا بطلوا بيأكلوا بس مش مأمنين غذائي، ما عم بياخذوا العناصر الغذائية بسبب طريقة طبخ اللحمة مثلا، خاصة لحم البقر مثلا. شكرا على هاي سيد عثمان. سيد خير حابب تضيف إشي؟ ما بعرف، حاب أضيف فكرة أنه موضوع الأمراض معينة عند أشخاص على سبيل المثال مثل مرض السكر ما بيساعدون مثلاً يتناولوا كميات مثلاً من السكر لأنه تأثر على صحتهم، قد يجوز البديل يكون مثلاً أدوية أو ما إلى ذلك، ولكن بالمقابل تكون تكلفتها أعلى من الغذاء الطبيعي. نعم، زي ما برضو أنت عطفت على بيان أنه يس انه بكون عندك العيلة عندها حساسية معينة من شيء، زي ما حكينا مثلا حساسية من الحليب، او مثلا عندها مع سكري ما عم بيقدر ياخذ كل العناصر الغذائية، مثلا ما بيقدر ياخذ كربوهيدرات لانه ممكن الكربوهيدرات يزيد السكر. انتم بتعرفوا الكربوهيدرات لما تتكسر بالجسم تتحول لسكر، تمام؟ فكل هاي الاشياء ممكن تمنعه انه يستهلك مجموعة غذائية معينة. لك شكرا كثير. سيد صالح تفضل. هلا ما اعرف يمكن الفكره اجت او لا ما اعرف لانه كان عندي مقطوع الاتصال. في شغله تاثر بالاستهلاك قضيه العادات الاجتماعيه وحتى العادات الدينيه. نعم يعني في هاي اللي بدي احكي على هاي. شكرا كمل هاي، يعني هاي شكرا كثير. نعم هاي في ممكن مجموعه ذات دين معين مثل لا يستهلك نوع من اللحوم، مثل مثال المسلم لا يتناول لحم الخنزير او الهندي لا يتناول لحم الابقار، هاي كله طبعا ياثر تؤخذ بعين الاعتبار حتى في اطار المساعدات والاغاثه. ايضا ممكن في بعض المناطق ما يستهلكوا لحم البقر هيك عاده، يعني المناطق الجبليه مثلا تفضل لحم الماعز الجدي الى ما هنالك، يعني المناطق الحاره ما يفضلوا اللحم الدهين، يعني من الامور هاي. شكرا يعني هون السيد، خلينا نسمع السيد عثمان كمان مره عشان انا اضيف على نقطه السيد صالح. شكرا كثير لهي النقطه. تمام، بس بدي اضيف كمان الشغله تاثر كمان على النمط الغذائي هو طرق التخزين، اذا في طرق متوفره في برادات في طرق معينه لحفظ النظام كمان لحفظ الغذاء كمان بتاثر هي. صح شكرا. صح شكرا لك. هاي هلا النقطتين جدا مهمين. انا بس ارجع على نقطه السيد صالح، كل دوله تختلف اجتماعيا بطريقه تحضير الاكل بنمط استهلاكهم، ايش هم بيفضلوا انهم يستهلكوا، تمام؟ وغير هيك طريقه الطبيخ وبرضه الجو اللي هم عايشين فيه، تمام؟ يعني خلينا نحكي الطقس او انه ايش نوع الطقس اللي عندهم، هذا بيأثر على كيف نوعيه الاكل هم بفضلوا ياكلوها، تمام؟ غير هيك سيد عثمان انت حكيت عن التخزين. اذا عندك مثلا في مناطق تكون نائيه ما بتوفر عندهم يمكن كهرباء، بيضطروا مثلا يخزنوا اللحمه يحطوا عليها ملح مثلا، صح؟ عشان يصير تخزين لها ويعملوا لها بروسس معينة ليخزنوها. فهاي كلها بتأثر على نمط استهلاكي، وبتأثر إذا أنت عم تستهلك المجموعات الغذائية بالطريقة الصحيحة والكافية، تمام؟ تمام. فإحنا حكينا هلأ على ثلاث أساسيات للأمن الغذائي، أي واحدة منهم، تمام؟ أي واحدة منهم
مش متوفرة من أساسيات الأمن الغذائي اللي هي توفر الغذاء، القدرة للوصول للغذاء، وأيضا نمط الاستهلاك وكيف نعمل الغذاء، هذا بيؤدي إلى إشي اسمه بنحكي له هو food insecurity، عدم وجود أمن إيش غذائي. تمام؟ يعني هي a situation that exists when people lack secure access to sufficient amount، هيو ما عندهم access لكميات كافية من الغذاء، ويكون فيه يكون آمن، وأيضا فيه العناصر الغذائية عشان يصير عندك نمو طبيعي. عرفتوا؟ وهدول الأساسيات إحنا بنستخلص منهم لما نبني الاستبيان المعينة. تمام؟ عشان نسأل عن مؤشرات الأمن الغذائي. طيب هلأ إحنا حكينا عن أساسيات، يمكن بدي أعمل بس ريفيو هيك سريع اشوف اذا انتم اخذتوا الفكره او وصلكم فكره الامن الغذائي بشكل كامل. تمام، بدي اسال ايش هو الامن الغذائي، اذا ايش وصلتكم ايش فكره او تعريف الامن الغذائي، مين بيحب يجاوبني هاي؟ شو يا جماعة؟ مش امتحان هو؟ سيد عبد الرحمن تفضل. هلا أستاذ، الأمن الغذائي على مستوى المنطقة وعلى مستوى الدولة اللي أجبني أنا بدي أحكي، بدي أقول إنه وجود الموارد الكافية من الغذاء للسكان المتواجدين في هالمنطقة هاي، طبعا هاي الموارد المتعلقة بالغذاء. إذا بدي أحكي تعريف الأمن الغذائي على مستوى الشخص، هي وجود الشخص للغذاء بشكل متنوع وبكميات كافية ليقدر يعيش فيها بطريقة سليمة وينمو بطريقة سليمة ويقوم بنشاطاته الحياتية بطريقة سليمة، يعني بما يتوافق بالغذاء الموجود اللي هو بيصله. يعني شكرا كثير سيد عبد الرحمن، هيك وصلت. لورين تفضلي. Thank you. بظن أسهل تعريف للأمن الغذائي ممكن يكون هو إنه كل الفئات الموجودة، كل الفئات السكانية لمنطقة محددة، إذا بينا نعملها بس شوية كمحددة ومخصصة أكتر، في عنا منطقة، فهو يكون كل السكان عندهم أكسس للغذاء وللمصادر الموجودة. فبظن إنه أسهل تعريف ممكن يكون إنه يكون الغذاء مضمون ومتوفر وموجود والكل يمكن الحصول والوصول إليه. ممتاز، بس في بدي أضيف شغلة عليك لو هذا كتير حلو المثال، وأضيف عليه إنه هم عم بنوعوا بالغذاء وعم بيستهلكوا الغذاء بطريقة صحيحة، إنهم يأخذوا العناصر الغذائية الكاملة عشان يعيشوا حياة صحية. نعم، التوفر لازم يكون موجود، الوصول لازم يكون موجود، وأيضا النمط الاستهلاكي اللي هو بيؤدي إلى إنه إحنا بنستهلك العناصر الغذائية بشكل متنوع عشان ناخد العناصر الغذائية. حابة تكمل تضيف عليها يا لورن؟ إيه أكيد، وهو في عنا النوتريشن بارت والنوتريشن إنديكيتورز which is missed in discussion a bit. So دائما بيكون في البارت النوتريشن التغذية بيكون دائما على جنب مع الفود سيكوريتي، فما فينا نحن نتجاهل هذا الشيء. أكيد هو لازم يكون توفر العناصر الغذائية المتوفرة للشخص الواحد اللي هي محددة ب X كيلو كالوريز بير بيرسون. نعم، thank you so much. Exactly، يعني في كالوريز معينة، حتى by the way Lauren we can get the calories but we don't have varieties. There's no diversity in our food, for example, and that would lead to lack in nutrients. عرفتي؟ مثلا أنا I could eat all day bread and rice, okay, without eating even meat or protein or any kind of dairy product, and get my daily calories. But at the same time, do you consider this as really food secure? Yes, Lauren, go ahead. Yeah, sure. في كتير من ال partners، مثلاً في عندك two type of partners. One of them saying, okay,
we have the food basket and we have like عندنا نحن توفر مواد محدده موجوده بالفود باسكت. في منهم بيقولوا اوكي نحن في عندنا missing materials or missing inputs بس نحن محققين الكيلو كالوريز بير داي بير بيرسون. So you have two types of one of them is like اوكي نحن محققين شرط الكيلو كالوريز اللازمة required for each person. وفي حدا عم بيقول لا نحن محققين الكيلو كالوريز مع توفر وتنوع المواد. فيمكن إذا شوي وضحنا هاي النقطتين. yes. عندنا part موجودين هون عندنا acted concern يمكن يفيدونا بهالنقطة كمان أكثر. yes. أكيد كتير حلو كمان يشاركوا معنا بس أضيف على هاي الشغلة. that's why whenever we ask about في عندنا indicator اسمه الاستهلاك الغذائي اللي هو الفود كونسومشن سكور. دائما لما نحكي لاسره معينه انه تم استهلاك هاي المجموعه مش فقط استهلاكها لا بدنا نشوف الكميه اللي تم استهلاكها لانه في كميه معينه they can get او انه بياخذوا العناصر الغذائيه منها. فدائما if you want to reach تمام اوكي I could reach الكالوريز انه بقدر اوصل الكالوريز اللي بدي اياهم انا بس انا نوعت اخذت كل العناصر الغذائيه وهي انا اولويز انا بحكيها شبعت كثير مختلفه عن انه انا اخذت كل العناصر الغذائيه او اكلت الغذاء بشكل كافي اخذ منه العناصر الغذائيه زي ما لورين حكت في حدا بيحب من اكتد او هذا يشارك their experience. What do you think, guys? أو في ميرسي كمان موجودين معنا في كير. yes في كير إذا حابين إنه تضيفوا أي شيء من الإكسبرينس تبعتكم أشياء أنتوا واجهتوها تضيفوا عليها. yes فيا تفضلي. هلا ما بعرف اذا اللي رح احكيه رح يكون صح او لا بس مثلا بالفود باسكت تبعنا ما فينا نحط فيها سكر لان السكر الكيلو كالوريز تبعها رح يكون كتير عالي. فالشخص لما بياكل هاي يعني اذا بتجي بتقيس الكيلو كالوريز الموجوده بهي الباسكت رح تشوف انه هي بتوصل للمعيار اللي نحن بدنا نعتمده. بس اذا بتجي بتفحص السله اللي بدنا نعطيها للمستفيدين هاي السله ما بتكون كافيه له. نفس الشيء اذا بنزيد مواد تانية كمان يكون الكالوريز تبعها او السعرات الحراريه تبعها تكون عاليه. فنحن بهي الطريقه بنكون عم نضر هذا الشخص او هذا المستفيد او العائله المستفيده لان نحن بنكون عم نقدم لهم شيء ما رح يكون متنوع وما رح يكون بيسد كل احتياجاتهم. وبنفس الوقت بيكون يعني انه هن بيعتبروا مستفيدين من هاي السلة بس هاي السلة بالواقع ما بتكون فادتهم كتير. انا I totally agree with you بيان. yes حتى لما هلا نجي على الفود كونسومشن سكور انديكيتر او مؤشر الاستهلاك الغذائي الويت اللي بنحطه لمجموعة السكريات فقط نص تمام. ليش مجموعة السكريات أو السكر إيش بيساعد الأسرة أو الإنسان الشخص اللي استهلكه؟ هي بس بتعطيه طاقة صح أو إنه إنرجي إنه أكمل. ما في عناصر غذائية تانية تفيد الوظائف الجسمانية التانية تمام. وI totally agree with you بيان. yes يعني whenever we لما إحنا نحسب الكالوريز المفروض إنهم يتم استهلاكها تمام يكون في تنوع وما يكون على حساب مجموعة على حساب مجموعة تانية. وإحنا نعرف السكر فيها كالوريز كتير ممكن يرفع نسبة الكالوريز بهاي الباسكت وتقلل من غذاء تاني ممكن يستفيد منه يأخذ منه عناصر غذائية تمام. فهلأ إحنا بس كنا عم نحكي نشوف إذا المعلومة وصلت كل إشي وحكينا عن الأساسيات اللي هو توفر الغذاء الأساسيات الأمن الغذائي توفر الغذاء وأيضا عندك اللي هي الوصول قلنا الوصول يعني يكون physical access أو يكون عندك economic access يكون عندك قوة شرعية أو social. حكينا كيف النمط الاستهلاكي اللي هو الفود يوتيلايزيشن اللي هو كتير بيكون أقرب لموضوع اللي هو النيوترينت أو النيوتريشن أو إيش هي التنوع الغذائي أو كيف ممكن الجنسيات أو دول تانية تختلف عن
آخر في نمط استهلاكه، وهذا بيأثر ممكن على العناصر الغذائية أو التنوع الغذائي اللي بياخده. تمام؟ في حدا عنده أي سؤال هلا على الأمن الغذائي؟ في حدا عنده أي سؤال للأمن الغذائي؟ لأنه إحنا we're gonna take a break for 15 minutes. الآن بعدين نأخذ سيشن بعد اليوم اللي رح ننهي شوي أبكر على الوحدة ونكمل هاي السلايدز، وبكرة إن شاء الله رح يكون لسه أحلى صراحة، لأنه رح نحطيكم نحكيكم عن المؤشرات الأمن الغذائي وكيف إيش هم المؤشرات اللي إحنا نعتمد عليهم. بس اليوم today is gonna be introduction and talk more about food security. ففي حد عنده أي سؤال لهلا متعلق بالأمن الغذائي؟ إذا بدكم اكتبوا كومنت أو أي شيء عشان إحنا نجاوبها. تمام، أوكي أوكي. حكينا كثير، يمكن ساعة ونص حتى ساعة وأربعين عم نحكي، لا مش يعني أقل يعني ساعة ونص عم نحكي. فناخذ بريك ربع ساعة، خلينا نكون هون على الساعة 12 إلى 5. تمام؟ أوكي؟ So we'll see you after 15 minutes.
Hello? Are we back? Please, الرجع بس يبعث لنا على الشات that he or she is back. أو إنه رجع. يلا مستنى كمان دقيقتين لانه المجموع هلا الراجع تقريبا 12 13 حدا مستنى كمان دقيقتين عشان نبلش اخر سكشن رح تكون ساعه ان شاء الله او ابكر شوي نخلص عشان ناخذ اسئله من عندكم انت جايب شوي يا جماعة نبلش ولا نستنى كمان خمس دقايق للكل يجي لأنه هلا في بس 13 حدا يعمل confirmation إنه رجع
شاء الله رح نبلش كمان دقيقتين، نبلش على 12:05 الكل يكون موجود. تمام، هلا يمكن تقريبا في عنا 17-18 حدا. ويلكم باك جماعة. قبل البريك احنا حكينا، شرحنا عن أساسيات الأمن الغذائي، تعريف الأمن الغذائي، ايش ممكن يأثر على الأمن الغذائي ويخليه من انت شخص مؤمن غذائيا الى شخص غير مؤمن غذائيا. ذكرناه هو توفر، واحدة من الأساسيات هي توفر الغذاء، قدرة الوصول، إن قدرة الوصول فيها كثير عوامل بتأثر عليها، وأيضا نمط الاستهلاكي كيف هو ممكن يتغير من ثقافة لأخرى، من دولة لأخرى، ثقافة ممكن الشخص حتى جوا البلدة الواحدة أو الدولة الواحدة، يمكن بتحس إنه مثلا جنوب الشمال ناس إلها نمط استهلاك معين غير عن الثاني، وهذا كله بنصب بالأخير بيأثر على الاستهلاك والأمن الغذائي. طيب في إشي عوامل بتأثر على الفود انسكيورتي، تمام، في إشي اسمه structural risk factors، وهو chronic food insecurity، يعني هو لما نحكي chronic زي chronic disease أو الأمراض المزمنة، يعني عندك هو بيسميه الأمن الغذائي المزمن، يعني لما نحكي مزمن إشي طويل الأمد long term، إشي متأصل، structural يعني موجود بالأصل، وهذا لازم ينحل من الأصل. إذا بدك تحل مشكلة الأمن الغذائي لهاي لازم نحلها بالأصل، هاي رح نفوت أكتر فيها. تمام؟ dynamic risk factors أو transitory food insecurity اللي هو transitory اللي نحكيها مرحلة انتقالية أو مؤقتة أو متغيرة، تمام، للفود انسكيورتي الامن لما ما يكون موجود في عندنا امن غذائي، يكون هيك شيء مؤقت. يعني انا بدي اسال سؤال مثلا، هلا انا شرحت لكم ايش عن ستراكشرال او انه كرونيك انه مزمن، او دايناميك ريسك فاكتورز اللي هو مؤقت بيكون متغير من فتره لفتره. ايش ممكن يكون سبب الكرونيك فود انسكيورتي او سبب الديناميك او الترانزيتوري فود انسكيورتي؟ شو رايكم يا جماعه؟ احمد بدك تعمل شير للسلايدز؟ شير، اوكي ام سوري، تمام، اوكي ذير از ام سوري. فاحنا عم نحكي عن التايم دايمنشن اناليسيس، which is هو
الفود انسكيورتي موجود ومتعودين عليه وعارفين عنه وعم نحاول نحله، بنسميه ستراكشرال او كرونيك مزمن، ولا هو دايناميك متغير بسبب ظروف او عوامل ضربت فجاه بنسميه ترانزيتوري. فمن هاي بس احكي لك اسامي، شو في ممكن عوامل تكون تحت الكرونيك او الستراكشرال او تحت العوامل تحت الدايناميك والترانزيتوري؟ شو رايكم يا جماعه؟ تفضل أزاد. هلا بالنسبة للأمن الغذائي المزمن، الموضوع يتعلق بالدول أو الحكومات. لما الدول والحكومات تكون الموارد الاقتصادية عندها ضعيفة وغير كافية لتغطية الاستهلاك البشري اللي عم يصير عندها، فهذا يمكن يعتبر أمن غذائي مزمن، لأن الموضوع عم يتم بشكل دائم، ضعف الموارد الموجودة، ضعف الإنتاج المحلي لدى الدولة. تمام؟ بس بالنسبة بس بالنسبة للأمن الغذائي المؤقت يكون لسبب معين، ظرف معين، مثل ما صار عندنا بسوريا، يعني الوضع اللي صار عندنا بسوريا أو في حال فيضانات أو زلزال أو أي أمر من هالأمور هاي، فيؤدي إلى حدوث خلل غذائي مؤقت ما راح يكون دائم. ممتاز، شكرا جدا أزاد. لورين حابة تضيفي؟ تقريبا نفس الفكرة، وتدخلات بتكون لما بيصير بأي تدخل كان في تقييمات اقتصادية بيتمنها، هي based on resources, based on market, based on exchange, based on economic situation. فبيصير في عنا الاستراتيجي بتتوضح بتدخلات طويلة الأمد، تدخلات short term intervention or RTEs، يعني ممكن تكون هي early recovery more than short or mid term intervention. فهدول التحديدات بتتم حسب الوضع الاقتصادي، مثلا حسب الأزمات. في عنا تدخلات مثلا نحن بنحط اوكي لهالمدينه نحن بحاجه لتدخل اقل شيء 6 ل 8 اشهر. فهل التقييمات اللي عم بتصير هي اللي بتحدد طبيعه الازمه وشو هو الحل الكافي، الحل الاقتصادي بالدرجه الاولى؟ صحيح. او اذا كان سلايد كومنت. Yes, no, it's a great one. Thank you, Lauren. في عندنا كمان مين بده؟ Thank you, Lauren, for that. وين راح؟ Oh, sorry. في عندنا سيد أحمد كان صح؟ نعم، أحمد، تفضل. يعطيكم العافية. أنا لما نحن نتحدث عن الأصول عن الأمن الغذائي المزمن، أتوقع هنا نحن لازم نتحدث عن الأصول الثابته، الاصول اللي اعتمد عليها البشر منذ الازل كمصدر غذائي ثابت لهم لا يمكن الاستغناء عنه خالص. من هذا الشيء نحن نلاحظ انه اغلب يعني على سبيل المثال اغلب المزارعين، اغلب الفلاليح، نحن نحكي بشكل عام انه اكثر الناس تمسك بالاصول، يعني على الرغم من نشوف في صراعات في حروب، تلاقي انه الارض هي اللي الشيء الوحيد اللي يتمسكه بارضه، يعني يتجاهل كل شيء مشاكل عم تصير حواليه، على الرغم من هذا الشيء يتمسك بالأرض لأنها تعتبر مصدر عيشه وتأمن له الغذاء الكافي له. هذا بالنسبة للمزمن. بس أسألك عن مثالك، بدي أقطعك السيد أحمد. طب هذا كيف ممكن يأثر على أمن الغذائي؟ هلا نحن عدم الاستقرار راح يأثر، يعني عدم الاستقرار وتتفاقم الأزمات راح يؤدي هذا الشيء انه راح يتخلوا هالمجتمع او هالمجموعه من الناس راح يتخلوا عن هاي الاصول، فالهجره راح تكون سبب انه راح يخل بتوازن هاي الموارد الثابته. فنحن نتحدث وهذا سببه سيد احمد، انه احنا متمسكين بارضنا ما بدنا نتركها. وراح نواجه اي مشكلات بتصيرنا، حتى لما نفقد الاكل ويصير عندنا يبطل عنا أمن غذائي، بس هاي إنه إحنا موجودة فينا، بتأصل فينا، إنه أنا ما بدي أترك بلدي حتى لو راح يتأثر غذاء تبعي أو حياتي بشكل كامل أو عام. أيوة. تمام. وإيش كمان حابب تضيف؟ فعلا إنه أقصد كلامي إنه إحنا لما نحكي عن الأمن الغذائي المزمن، فنحن إنه هاي الأصول الثابتة، فهي يعني معروف إنه راح توصلنا المنتجات هي تتدخل بغذاء الأسر، هاي الأسر اللي هي ترفض إنه تترك أصولها كونها مصدر إلها، يعني مصدر غذاء إلها. نعم. هذا فكرة
تفضل آسف. إيه بعض مرات لما نحن نشوف صير في أزمات صير في مشاكل قد يضطر الناس للهجرة، فتتغير هنا نحن عندنا الغذاء، يتغير عندنا مصادر الغذاء من شيء مزمن متأصل بحياة الفرد إلى شيء ثاني، تختلف باختلاف مثل ما ذكرت منه شوي، تختلف باختلاف البيئة اللي أنت عم تروح لها، باختلاف المنطقة اللي أنت تتوجه باتجاهها. تمام، شكرا كثير سيد أحمد، شكرا لإضافتك الرائعة. عندك أستاذ عثمان حابب تضيف شيء؟ بدي احكي على الكرونيك فود انسكيورتي، كمان بينطبق على كل دايمنشن للفود سكيورتي. ممكن تكون في اسباب او ريسك شيء اجتماعي، مثلا عادات معينه بالاكل، بتحضير الطعام، بالمواد الغذائيه نفسها. ممكن تكون الموارد مو متاحه مثلا بدوله او منطقه تكون صحراء ما فيها كل الزراعات، ما كل المواد متوفره. ممكن العوامل أو الديناميكية المتغيرة كمان ممكن تكون شغلات موسمية مثلاً نوع الخضار. صح، أنت حكيت جنة، أنا كنت بدي أسأل سؤال وأسألكم إياه. أنت حكيت إنه النمط الاستهلاكي ثقافياً أو culturally يكون مختلف من one country to another، تمام؟ كيف النمط الاستهلاكي ممكن يأثر على الأمن الغذائي وتصير ما عندك أمن غذائي؟ كيف؟ كنت أسأل كيف النمط الاستهلاكي يعني ممكن ببلد معين يكون هو طبعا هو كرونيك، إذا نحكي هو كرونيك اللي هو مزمن لأنه هو مؤثر فينا من ثقافتنا، عرفت كيف؟ بس كيف ممكن تأثر على الأمن الغذائي؟ تماما وهي ممكن أنه مثلا نشوف أنه بالبلدان الشرقية مثلا استهلاك الدهون أكثر بكثير من الغرب، كمثالا عم بعطي مثلا. عندنا عادات اجتماعية انه الدهون الحيوانية بنستهلكها بكمية كبيرة، فهي تأثر على الأمن الغذائي على حساب أصناف ثانية من الأغذية. تمام، هي بتزيد الأمراض عندنا، بتزيد مما يؤثر، يعني بتزيد عندك أمراض الضغط، أمراض السكري مثلا. بالضبط، يعني أنت أعطيت إنه كيف إحنا ثقافتنا بنستخدم مثلا، ممكن إحنا كمان نستخدم سكريات أكثر من غيرنا. فزي ما حكت وقت بيان إنه لما يعمل الباسكت بقلل السكر لأنه رح ياخد كالوريز كثير، ورح ياخد من أصناف ثانية، فبيبطل إحنا بصير مركزين على كم من صنف معين. كمان ما نضيف يا عثمان إنه إحنا الخبز هالكنا، الرز هالكنا، عرفت؟ إحنا يعني منركز أكثر إشي مثلا إذا الرز موجود يعني إحنا خلص الحمد لله مأمنين غذائيا. يعني مثلا لما صارت الكورونا والحظر كله على الطحين، يعني إحنا عندنا كان سوبر ماركت الطحين مش مكفي، خلص كله بسبب بيعمل خبز عنده بالبيت لأنه مش قادرين يوصلوا للخبز، فصفى تركيزهم بس على مجموعات غذائية معينة وعم بنسوا المجموعات الغذائية الثانية عشان هم يستهلكوا ياخذوا العناصر الغذائية، وهذا رح يأثر على الأمن الغذائي تبعهم. تمام، فهلا وضحت عنا الفكرة إنه إيش الفرق بين عدم وجود أمن غذائي وهو مزمن، وأيضا اللي هو دايناميك أو ترانزيتوري أو إنه متحول إنه بروح من فترة لفترة. طب ما أعطيتوني أمثلة كتير على ترانزيتوري food insecurity، إنه بطل فيه موجود أمن غذائي عشان فيه صار شوك، وإحنا عايشين بالشوك هلا. شو هو؟ يس عثمان تفضل. ممكن الكوارث الطبيعية، بيكون فيضانات، بيكون في قحط، في جفاف مثلا، أو ممكن زلازل، براكين، أو ممكن حروب أو كوارث إنسانية مثلا متعلقة بالصراعات. وممكن أحيانا تكون موسمية ببلد معين، بموسم معين في الغذاء متوفر، الزراعات متوفرة، بموسم تاني تقل هاي المواد كلها تقل. فكل هاي ممكن تعتبر مؤقتة. أو بكورونا أظن مؤقتة لأنه مو دائما اللوك داون، ما عم بيكون دائم. نعم، بس ما بنعرف، ما بنقدر نحكم هلا حاليا، ما بنقدر نحكم يعني، بس حاليا أنا مش شايفه مؤقتة بالسنة الثانية. بس إن شاء الله يعني إذا لقوا الحل هلا مع اللقاحات اللي عم تصير ممكن يصير يحلوا هاي المشكلة، فخلص كل إشي بينفتح بصير عندك
متوفر الغذاء وسهل الوصول له، عرفت كيف؟ فلا هل نعتبرها مثلا من الكوارث الطبيعية، لأنه بتحكي هو مرض انتشر، وباء انتشر أثر على حياتنا، إن كنا إحنا قادرين على القدرة الشرائية تبعتنا، أثر على وصولنا، قدرة الوصول للسوق، أثر على حتى حكينا إشي مهم، يعني إذا كانت الدولة تعتمد على الصادرات على الاستيراد كتير، هاي صارت مشكلة كتير كبيرة أيام كورونا، لأنه في مطارات سكرت، حدود سكرت، هذا أثر برضو على الأفيليبيليتي، كله عم برجع عم بيأثر. انتوا شفتوا كيف هدول البيلرز او الاساسيات الامن الغذائي ممكن يكونوا متعلقين مع بعض، اذا واحد منهم تأثر رح يتأثر الثاني، تمام؟ اذا مثلا زي ما حكينا الايكونوميك اكسس تأثر، خاصة احنا بنركز كثير على الايكونوميك اكسس، لانه بصير دخل الفرد اقل، ما بصير عنده القدرة انه ينتج اكثر، طب لما ما ينتج اكثر رح يأثر على الافيليبيليتي، وراح برضه يأثر على نمط الاستهلاك، لأنه بصير هو نمط استهلاكه يروح يركز على الأشياء الممكن رخيصة وينسى أو ما يقدر يشتري الأشياء الغالية. وراح نعطيكم أمثلة كتير إن شاء الله بالسيشنز الفود سيكوريتي اللي هي ممكن نحكيها بكرة شوي، بس راح نتعمق فيها بالتدريب بأيام 19-22، تمام؟ كله هذا بيأثر، يعني يمكن نمط استهلاكك انت يتغير بسبب ما عندك القدره الشرائيه، تمام؟ سيد خالد تفضل. هذا بس بدي اضيف نقطه للشيء اللي كنتوا عم تحكوا فيه، ما بعرف ممكن اثري الفكره شوي. في عندنا تشجيع او عدم تشجيع المزارعين على الانتاج من سياسات الحكوميه الخاطئه اللي تصير بكثير مناطق، مثل خلينا نحكي مثلا منطقه اليمن، استغنوا عن الزراعة وصاروا يزرعوا صنف واحد ببعض المناطق مثل صنف القات اللي هو ما يعتبر مادة غذائية، صح، وما تعطي إنتاج غذائي. فنحن هنا أثرنا على الموضوع الزراعي بصنف أو بزراعة هي فعليا يعني خسرنا أراضي من كانت تأمننا أمن غذائي، واستبدلناها بشغلات ثانية اللي هي تدرنا مربح أكثر أو مصاري أكثر أو مورد مالي أكثر. صح صح، كمان هاي نقطة كتير كمان مهمة. وهلأ لما نحكي أكثر على الستركشر، بدي أعطي أنا حد وحد أعطي مثال وقولوا لي إيش الأصح إنه ينعمل عشان ينحل موضوع الستركشر أو الكرونيك فود إنسكيورتي. خلينا نفوت أحسن نتعمق أكثر ب الكرونيك والترانزيتوري. زي ما حكينا structural variable أو اللي هم لهم علاقة مباشرة بعدم وجود أمن غذائي مزمن، يصير عندك مزمن الأمن الغذائي عندك، هو العمر والجنس مثلا. إذا كان عدد قلنا أنه كيف السوشيال أو العوائق الاجتماعية ممكن تأثر على الأنثى أكثر، تمام؟ هاي كلها تابعة للكالتشر أو الثقافة اللي احنا عايشين فيها. مستوى التعليم، مستوى التعليم بمنطقة معينة ممكن يأثر بطريقة كتير كبيرة على نمط استهلاك، لأنه ما بيكون عنده الفكرة أو العلم الكافي يعرف أنه أنا لازم أنوع بغذائي عشان أخذ العناصر الغذائية، لأنه ممكن أنا ما يكون عندي، أو أنه المستوى التعليمي بمنطقة معينة مش كتير عالي وكتير بعاد عن بعض، تمام؟ بعاد عن إيش عم يصير بالعالم كله، فبكون عندهم بالهم لا أنا إذا شبعت أنا تمام، مع أنه ممكن أوكي بيأكلوا بيشبعوا بيعملوا، ولكن ما عم بيأخذوا العناصر الغذائية، ممكن تلاقي عندهم أمراض كتير تتولد من وراء عدم استهلاكهم أو يكون عندهم تنوع غذائي، تمام؟ الكلايمت إيش هو؟ اللي هو الطقس. في ناس كيف ممكن أثر الفود سيكوريتي مثلا إذا الطقس عندهم دائما حار أو دائما برد؟ مثلا خلينا نحكي بكندا، شمال كندا، طب يا جماعة كله مجمد عندهم، كيف بدهم ينتجوا؟ كيف بدهم يجيبوا؟ حتى الوصول لإلها كتير صعب، فإلا ما يواجهوا مشكلة فود سيكوريتي بالسبب اللي هو الطقس اللي عندهم. مين يقول لي كيف type of soil أو نوع التربة ممكن يكون واحدة من العوامل الستركشرال أو اللي هي الفود الكرونيك فود سيكوريتي؟ شو أصلاً بالtype of soil أو نوع التربة؟ شو رأيكم يا جماعة؟
يا فيا تفضلي. هلا بالنسبه لنوع التربه انه ممكن يكون في تربه مالحه او تربه بتكون فيها نسب معينه من المعادن تكون زايده فما بتكون صالحه لنوع معين من الزراعات. كمان بظن انه ما بعرف اذا بيدخل كمان بتايب اوف سول او نوع التربه موضوع المياه. هلا في عندنا مثلا مناطق بتكون المي فيها كلها مالحه او مثلا بتكون مي مره او مي بتكون كبريتيه، فهي ما يعني ما بتكون بتدعم كل انواع الزراعات، فهي ممكن بتكون بتاثر على تنوع الغذاء او قدره هذا المجتمع انه يكون بيقدر يستفيد من هاي التربه بشكل كامل لتامين غذائه. رائع. نعم، يعني خليني اضيف على مثالك. الأردن عنا إحنا من أكبر مشاكل الزراعية بالأردن ممكن تكون التربة أو الاستهلاك، خلينا نحكي إنه صاروا يحطوا أسمدة كتير وما عم التربة ما عم ترتاح تمام وصارت غير صالحة. وغير هيك عنا المشكلة الأساسية بالأردن هي نقص المياه، وعم بتأثر على الإنتاجية بالأردن بشكل كتير كبير لأنه موجود نقص مياه تمام، وهذا بيأثر على توفر الغذاء بالأردن. تفضل سيد خالد. هو نفس الفكرة تقريبا اللي حكيتها أستاذ، إنه نحن بمناطق عم تصير مثلا إنه الناس عم تزرع نفس الزراعة، مثلا عم يزرع الحنطة على بشكل مستمر، ما عم يزرع مثلا بنفس الأرض موسم حنطة خلينا نقول، أو موسم يكون فيه آزوت مثل الفول أو العدس حتى يريح الأرض، تصير أغنى بالعناصر الغذائية، الأرض عم تفقد من عناصرها، ما عم تعوض. نعم. نزرع نفس الزراعة أو نفس الصنف بدون تبديل أو بدون تكرار مثلاً، بدون. نعم. إحنا بنسميها هاي الزراعة الدورة الزراعية. تمام. يعني مثلاً يوم سنة زرعنا قمح أو إنتاج تاني من المحاصيل، بتفقد التربة شوي من العناصر اللي بتخليها تساعد النبات انه ينتج اكثر ويساعده. فسيد خالد بيحكي بنزرعها بالبقوليات. ليش بتزرعها بالبقوليات سيد خالد؟ لانه في عندك النيتريت او النيتروجين، هذا بتثبت عندك بالتربة من وراء، لانه في عندك عقد بتطلع، هاي المورت تكنيك عليها عقد بجذور البقوليات بتساعد على انه تمد التربه او بتريح التربه وبتعطيها عناصر مفيده عشان تفيد الكروب اللي بعدي. صح سيد خالد؟ تماما استاذ، تماما. هي الفكره. ناخذ لورين بعديها احمد عبد الله. تفضلي لورين. شكرا. هو بس اضافه نقطه جديده عن الزملاء. هو في عنا الستابيليتي زونز، في مناطق الاستقرار المطري، فأكيد المناطق الاستقرار المطري، مناطق الاستقرار الأولى والثانية بيكون فيها تنوع المحاصيل ملحوظ بس بيكون محدود كمان. بالنهاية بتعتبر في مناطق بتعتبر هي مناطق اقتصادية بحتة، اللي هي بيكون فيها الويت والبيرلي هو أساسي، وطبعا لإنتاج الأراضي هالكميات المحددة من القمح بيحتاج لمناطق يتم زراعتها وتشجيع الزراعات فيها. الأجريكالتشر سايكل بظن أنه آخر سنين صار في awareness منيح، وعم بيصير في حملات زراعية كتير منيحة لتنوع موسمي وسنوي وتنوع كمان يعني ضمن الموسم الواحد وضمن السنة الواحدة. فهذا الشيء عم بيكون بس the farmers not to take risk. This is one point not to ignore it. And secondly, stability zones areas. أكيد هدول بيعتبروا مناطق اقتصادية بحتة، ففي استراتيجية محددة عم تنحط من قبل local authorities اللي هن self administration أو management بالأساس، اللي هي عم تتخذ قرارات بتحديد استراتيجيات مناطق محددة. بس حبيت أضيف هالنقطة. Yes, amazing, Lauren. وأنا كنت بدي أضيف كمان شغلة على دور الدولة لما يكون في عندك structure، إنه يصير توعية للمزارع، إحنا بنسميها بالزراعة إرشاد زراعي، إنه you need to go يعني بشكل دوري ضلك تروح توعي المزارع إيش الطرق الزراعية السليمة إنك تحافظ على زراعتك وتزيد من إنتاجيتك. تمام؟ كثير بيلعب دور مهم عند الدولة إنها تركز، يعني صراحة بالآخر الزراعة إذا كانت متوفرة والأراضي موجودة هاي أساس الدولة. من الآخر الأكل
مش متوفر، اعرف انه انت رح تكون دولة ضعيفة. ليش؟ لانه رح تعتمد على غيرك انه يعطيك الاكل، واذا صار اي زعل بينك او رح يكون هذيك الدولة متحكمة فيك انت لانه انا عم بعطيك الاكل، كيف رح تعيش من بعديه؟ تمام؟ Thank you so much for that, Lauren. سيد احمد تفضل. ايوه، هلا نحن اذا نتحدث عن انواع التربه ومدى تاثيرها على موضوع الامن الغذائي، انا راح اقول انه التربه لها تاثير كبير على موضوع تنوع المحاصيل، وبالتالي نحن لما نتحدث عن موضوع تنوع المحاصيل راح نكون حطيتنا يعني نكون ذكرنا موضوع الامن الغذائي. معروف انه المحاصيل تختلف زراعتها باختلاف انواع التربه، لانه مو كل المحاصيل تزرع بتربه محدده. يعني في عندنا اللي المحاصيل اللي تنزرع بالترب اللاحقية مو مثل المحاصيل اللي تنزرع بالترب الرملية. في عندنا ترب خفيفة، في عندنا ترب ثقيلة، في عندنا ترب طمي. هلا نشوف احنا على سبيل المثال الترب الموجودة على ضفاف الأنهار هي دائما ترب لاحقية تكون طمي، يعني هاي الترب من أغنى يعني أنواع الترب من حيث احتوائها على العناصر. فنشوف انه تناسب جميع زراعة المحاصيل من درانيات، من بقوليات، من فصيلة النجيليات، كلها ذرة قمح كله يشغال فيها. بالإضافة نحن زاد نرجع إذا شوي نعيد النظر إذا نسوي مقارنة، يعني نحن هلا جنوب الحسكة يختلف اختلاف كامل عن شمال مدينة الحسكة. جنوب الحسكة أغلب الأراضي أراضي كلسية جبسية، تكون فيها يعني صعب إنك تزرع فيها كل المحاصيل. هذا الشيء يفرض على المزارع انه راح يزيد من تكاليف الانتاج عنده، راح يزيد من استثمار من استهلاك الاسمده، راح يزيد من حتى ساعات الري في سبيل انه يعوض هذا النقص لتعويض النقص بالارض. اتوقع انه كان في شيء يعني لازم نتحدث نحن عن موضوع تحليل التربه. تحليل التربه له دور اساسي نحن مشان نشوف هاي الارض انها تناسب زراعه هذا المحصول ولا لا. هلا نحن على سبيل المثال غالبيه المزارعين بالجنوب الحسكه عم يتوجهوا لزراعه الخضار. نعم. زراعه الخضار البندوره ولا كان الباذنجان ولا الخيار. فالمشاكل اللي تواجههم نقص الارض، ما فيها عناصر كافيه لهذا، مما يخليهم يجبرهم انه ايش؟ انه يعوضوا بالسماد، يعطوا كميات كبيره من السماد حتى يعوضوا هذا النقص. كل هذا الشيء مشان يامنوا مصدر دخل لهم، يامنوا مصدر غذاء لهم، بنفس الوقت يدخلوا بالسوق لمرحله التسويق. تمام، رائع، شكرا كثير سيد احمد، very informative. هاي كلها اشياء بتكون موجوده، يعني انت ما عندك، هي موجوده بالاصل، يعني هي المثل. فهون بيجي دور الحكومات، يعني حتى واحده من اسباب الاستراكشرال، تمام، اللي هي الجوفرمنت سيستم، اللي هو النظام الحكومي. كيف قاعد عم يشتغل النظام الحكومي؟ في هو دائما احنا بالاقتصاد لما نحكي ايش هو الاقتصاد، هي the allocation of resources، واللي هي كيف ممكن احنا نوزع الريسورسز اللي عندنا عشان اللي هو يعطينا الماكسيمم ساتسفاكشن لكل الناس او بشكل عام. يعني انت كدوله اذا ما حتى لو كانت مواردك محدوده، تمام، بدك تعرف كيف تنظم تو مانج انك تدير هاي الموارد انها ترجع تستفيد منها باقصى طاقتها عشان ترجع لك انت بالفائدة لمجتمعك. تمام، هذول تقريبا عندك الاثنيك ريليشنشيب، او عندك زي ما حكينا الكلتشر او طبيعه الناس اللي كيف عم بتعيش. هذا برضو كتير بياثر على الفود انسكيورتي، وصعب مرات انت يعني لما بنحكي، انا قلت لكم ارشاد زراعي تنزل لمزارع، يعني هاي من أصعب المهام، إنك بدك تقنع مزارع إله عم بزرع 20 سنة يغير طريقته بالزراعة عشان يستفيد هو ويزيد إنتاجيته. ما بعرف إذا حدا واجهه أي مشكلة معينة إنه خاصة بالإرشاد بسميه agricultural extension، إنك أنت تنزل لعند مزارع في تكنولوجيا جديدة ممكن هو يتبناها، ولكن هو عم بزرع بنفس الطريقة لعشرين سنة. كيف انت رح تقدر تقنعه؟ يعني هاي كتير صعبة انها تتغير. ممكن على فكرة الستركشر الكرونيك تتغير، ولكن تحتاج لوقت طويل. يعني مثلا ما بعرف اذا حدا بيقدر يجاوبني، اذا هذا حصل مع اي حدا فيكم، انه انت تروح تقنع مزارع قاعد بزرع 20 سنة بنفس الطريقة يغير طريقته
ليصنع بطريقة ثانية تعيد الإنتاجية. كيف البروسيس؟ أنتم بس فهمون إذا إيزي أو نوت. هاي لورا تفضلي بعد السيد أحمد. Yeah, thank you. أكيد يعني totally agree with you on this point. It's not easy at all. بس عم بيصير في تجربة مثل منحات زراعية مقدمة ممكن تكون قطع أراضي. هو في عندنا مراكز بحوث زراعية مثلاً, في منح زراعية عم تتقدم بالأساس للمزارعين لتشجيع زراعات محددة. في عندنا awareness sessions أو مثل trainings عم بتصير على المستوى. أكيد هو المزارع منه, أنا ذكرت هالنقطة أنه not to take risk. What is the estimated production? What is the estimated cost? أنا شو بيطلع لي منها آخر شيء؟ شو هي التكلفة آخر شيء؟ بس بيقتنع أكيد ناحية العلمية أو النظرية يمكن يكون صعب إقناع فلاح صار له 20 سنة عم يزرع قمح مثلاً, بدك تجي تقنعه أنه يحول على موسم تاني أو على زراعة تانية. بس عم بيصير فيه مثلاً عم بيقولوا أوكي نحن بنشجعك, بنعطيك بزار أو بنعطيك أسمدة معها أو بنتابع نحن فريقنا. فعم بيصير في تشجيع من هالنقاط. ما بعرف إذا الزملاء عندهم شيء تاني ممكن يضيف. وبدي أضيف شغلة عليك لورل. يس لما تنزل تحكي مع المزارع, هاي على فكرة فيها دراسات كتير كبيرة. يعني في مادة اسمها أخذتها مرة اللي هي communication methods, إنه how to communicate with the farmer عشان في عندك تكنولوجيا جديدة. يعني أنت ما تجي تقول له تعطيه إنه in a scientific way هيك 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 هيك, هيك. ما رح يفهم عليك. من الآخر بدك تحكي بلغته هو. يعني يا عمي إذا أنت زرعت هذا الصمت أو عملت هيك وغيرت هاي طريقتك, هيك رح يزيد إنتاجك يا عمي ورح تبيع هالقد. هيك بتصير أنت تدخله بالجو إيش هو ممكن يستفيد. فمش بأي طريقة ممكن الواحد يدخل فيها. Thank you for that, Lauren. هلا بنحكي مع السيد أحمد, بعديها السيد صالح. تفضل سيد أحمد. أيوه. تفضل. إنه بشاركنا بتجربتك أو شيء. ايوه هلا نحن لما نقول زراعه, الزراعه بالاساس هي عمل تجاري, بس لكن نعم. الفلاح يجهل هذا الشيء. الفلاح نحن انا احكي لك عن تجربه شخصيه استاذ من نعم. اصعب المشاكل انك انت اليوم من التحديات اللي تواجهها انك اليوم تقنع المزارع باساليب زراعه حديثه. بس ولكن انا شلون استطعت اني اتغلب على هاي المشكله؟ من خلال الحقل التجريبي. انا ازرع نعم. بايدي, اشتغل بايدي, وبنفس نعم. الوقت انا اوثق كل مراحل العمل من البدايه حتى النهايه, او اخلي الفلاح على اطلاع كامل بالشغل. يعني انا اجيبه ما عليش, اسوي له ارشاد, خيو شوف تفرج بعينك شوف شلون النتائج, واحصائيات كامله ومراحل كامله واسلوب كامل, فاخليه يقارن بينه وبين عمله هو. فنهايه الموسم نهايه لما يصير عمليه جني للمحصول راح يشوف حاله انه هو بالفعل خسران. يعني على الرغم انه اغلب المزارعين وين ما تروح الفلاح ما عم يثبت سجلات رسميه لمزرعته مشان يعرف حاله نهايه الموسم هل هو ربحان ولا خسران. يعني خلاص يشتغل على التوكل. اما اذا دقق مضبوط هو نسيان استهلاك, ينسى استهلاك منزله, استهلاك الاسره عنده, استهلاك العمال, مصاريف الحقل من اسمده من حراثه من ممارسات زراعيه كامله, هاي كل الامور يتجاهلها الفلاح. صعب جدا انك تقنع الفلاح اذا ما يتم تطبيق حقول تجريبيه واقعية, يعني حتى يشوف النتائج بعينه. هاي من الأساليب. شكرا سيد أحمد. هاي من الأساليب الجديدة, إنه بدل ما أنت بدك تحكي معه بأسلوب علمي معقد هو ما رح يقدر يفهم عليه, ورجيه بعينه. هاي يمكن أسهل الطرق أو أحسن طرق إنها توصل الفكرة للمزارع, إنه أنت شوف بعينك أنا ما رح أحكي ولا إشي, وهو بده إشي واقعي على الأرض. فبالعكس هذا من الاساليب اللي بتشجع انه يغير اسلوبك وتزيد انتاجك عشان يصير عندك اكتفاء غذائي وتتحدى مشكله عدم وجود امن غذائي. شكرا كثير السيد احمد لهاي الملاحظه والتجربه. سيد صالح. لا يعطيكم العافيه. لا في نقطه. لا اليوم بهالظرف الحالي لازم نعول على المنظمات في تغيير اسلوب العمل الزراعي. ليش؟ لا في عنا تجربة اشتغلت في مناطق في محافظة الحسكة ودير الزور, كانت مثل ما قلت يعني 50 سنة فلاح عم يشتغل بزراعة الحنطة والشعير. تمام. اليوم لما أنت عم تعطي أساسيات العمل الزراعي, لما مثلا أعطيته على مستوى بولي تنر, أعطيته أساسيات, أعطيته بدار في الموسم الأول, أعطيته أسمدة,
تمام، عطيته خزان، عطيته شبكة هاي، انت هيك عم تقاومه. تمام، يبقى لما دخل الاسلوب الجديد تعود عليه الفلاح ما عنده مشكلة الاستمرارية. شفنا اليوم في فلاحين اليوم صاروا السنة الثالثة عم يتابعوا. معناته انا لما عطيته الدفعة الاولى ما عاد عنده الامر صعب. في شغلة كمان في شغلة ساعدتنا اللي هي طبعا هو يعني اليوم الفلاح عم يقارن شو عم يشتري. قبل شوي انت يعني ذكرت سعر الصرف وغيره. تمام، لما تدخل على منطقة بحياتها ما زرعت بندورة، كان سعر كيلو البندورة ما يتعدى 10 ليرات 15 ليرة، اليوم كيلو البندورة 1500 ليرة، يعني 100 ضعف. لما تقنع الفلاح انه كيلو البندورة اللي عم تشتري انت من برا مقارنة مع كيلو القمح، احنا ما يعني ما ننفي زراعة القمح او انه نقول لا تعمل زراعة، بجانب زراعة القمح اشتغل لك 200-300 متر نص دونم اشتغل فيها امن غذائك بنفسك. شافوها تجربة ناجحة جدا، وانا اعود كثير على دور المنظمات في هاي العملية. وفي عندنا فلاحين وقصص نجاح كثيرة، في ناس اكتفت وناس مونت منها وعطت جيرانها وباعت منها، كان هذا مؤشر ايجابي جدا. نعم صحيح، يعني شكرا كثير لمشاركتك لهذه التجربة. ففي امور انه ممكن على فكره الاستراكشرال فود سيكيورتي نتغلب عليها وتتحول انه خلص، بس تحتاج لوقت وجهد كثير كبير. يعني انا بدي اسال هلا سؤال، هلا يمكن الاحداث بسوريا صارت لها 10 سنين تقريبا، تمام، تاثر قطاع القمح والمخابز تاثر بشكل كثير كبير. احنا اول شيء فتحنا فيه انه سوريا كانت مكتفيه ذاتيا بالقمح وبتصدر لبرا، تمام، هلا صار في مشكله، صح، صار قل، صار الحروب تأثرت. إيه هلأ خلينا نحكي صارت أقرب كتير structural أو chronic food insecurity بالنسبة للقمح. أنا بدي أعطي اقتراحين، تمام؟ إيش الأحسن عشان تعالج structural food insecurity أو chronic food security؟ اللي هو تضلك تدعم الطحين للمخابز ولا تدعم المزارع وينتج قمح ويصير سلسلة، شو رأيكم؟ لورا، يس. يس، يمكن إذا بعطي شوية نقاط هون. الستراكتر أكيد هو مين تشالنج حالياً، هو وجود joint residence between in GOS and the Kurdish Civil Administration in northeast Syria, let's say. لما بيكون في عندك حكومتين بنفس المنطقة كتير بيصير في صعوبات، بيكون في نزاع سياسي أكثر ما هو نزاع ممكن يكون على مواقع أو نزاع حربي. فهو النزاع السياسي بمنطقة واحدة بيخلق حالة من الفوضى وعدم توافق، فهذا الشيء بيأثر كتير على الستابيليتي، خلينا نقول على الاستقرار بالمنطقة. كمنظمة ما فيها تروح على منطقة فيها GOS for example who is managing and controlling miles and silos for example، الصوامع بإيد مين؟ فأنت سأل السؤال أنه أنا بعطي بس نقاط in general ما بدي فوت كتير تفاصيل. سألت سؤال أنه بتدعم المزارع ولا بتدعم الإدارة؟ أنا بشوف الاثنين، المزارع كنوع من كخلق نوع من الاكتفاء الذاتي وكدعم للمزارعين في المناطق صعبة الوصول أكيد بحالات الطوارئ، هاي one point. كمان دعم الإدارات لأن هي المسؤولة عن التوزيع، فإذا تم تحديد المشكلة هل هي مشكلة توزيع أو هي مشكلة كنترول أو هي مشكلة production، ف يعني هي بدها شوية تفاصيل. ف if it's like a production issue we need to scale up أو نشوف وين بدنا نفوت أو وين بدنا نحدد. فإذا كانت هي أوكي في عنا wheat بس ما في عنا flour where is the issue and how we can support it. تحديد let me say it in another word Lauren let me say it in another word اللي هي انت بتفضلي تدعمي
خلينا نحكي الايجنسيز او الفاليو تشين اكترز زي ويت الويت فارمرز الميلز السايلوز اند البيكريز اور تو سكيب اول ذس فاليو تشين اند سبورت وذ فلاور تو ذا بيكريز. What do you think? And you said it might be obviously there's a huge production wheat production in Syria. Okay, it's affected because there's many factors and everyone knows about it. Okay, بس انت do you prefer انك تروحي تصلحي الاصل ولا تروحي على اخر chain and to support it if you want to get out of this structural or chronic food insecurity? What do you think? We solve the issue first, of course. يعني نشوف وين المشكلة إذا بنحدد الأساس. إذا البيس يكون correct أكيد راح يكون في عندك ال products أو في عندك results راح تكون positive إذا أنت رحت على أصل المشكلة. بس إذا كان الأصل المشكلة structure مثل governors يعني yes. كحكومات أو كإدارة صعب تروح على السورس وتصلح العطل, فبتحاول قدر الإمكان to match and cross check وبتشوف كيف ممكن شو هو الأسهل للوصول. فما بعرف إذا زملاء يمكن يساعدونا أكثر. يمكن أنا شوي عندي تعبير expression in Arabic is like it's not supporting me at all. Maybe يمكن شوية الشباب هون يمكن يساعدونا. هاي في سيد خير بده يحكي, هيا نشوفه. تفضل سيد. تمام صديقي. هلا ما بعرف انا بالنسبه برايي الشخصي, هلا اليوم موضوع الطحين وموضوع دعم المزارع مشان ينتج ماده القمح اللي تنتج طحين. هلا اليوم لازم لا ننسى شغله انه الطحين اليوم احنا نستخدمه كفيرست ستيب كامرجنسي. هلا الافضل هو انه دعم المزارعين لانتاج ماده القمح او الطحين للاكتفاء الذاتي ولحتى لتحسين قدرتهم الاقتصادية بشكل عام نحكي. ولكن من المفترض ما نهمل الموضوع أنه الشيء بده يكون بالتدريج, ما نحسن نلغي طحين مباشرة دعم مزارع, لأنه يعني ما في معنى الطحين يخف الدعم الطحين بالمقابل نكون عم نشتغل على موضوع المزارع ودعم القطاع الزراعي للإنتاج والاكتفاء الذاتي. Exactly. هذا كمان كمان لورا عم تحاول كانت تحكي it's a mix between them. يعني انت هلا اول ما صارت الاحداث صار اكثر شيء التركيز على اللي هو ندعم بالطحين, صح؟ انه بس عشان يمكن تكون مؤقته بعدين كل شيء يرجع زي قبل. بعديها لازم كان الستيب اللي بعديها يصير عندك تركيز سبورت طحين مع سبورت الفارمرز, عرفت؟ يصير عندك ميكس بتوين ذم لترجع وان شاء الله يا رب ترجع زي قبل ويصير بس اكتفاء ذاتي اللي هو انتاج القمح موجود فقط من سوريا وقمحها وطحينها كله ان شاء الله بكون من سوريا. فياس اي اجري ديفر فروم المرحله اللي هو فيها, عرفت كيف؟ يعني انت كبدايه الازمه لا كدعم طحين هو انسب. انا مع بهاي انه هو انسب وقت انه او انسب حل لا نحل, يمكن تكون مؤقته لسنتين ويرجع كل شيء طبيعي زي قبل. طولت شوي صار عندك نقص بالويت برودكشن واشياء زي هيك, لا بصير عندك سبورت من جهتين لتوصل هي زي ما حكيت سيد غير تدريجيا لتصير. So both of you are right actually in this. لانه always لما نحكي خلينا نحكي اللي هو this is what I don't like about the politics part, nothing is wrong. كل واحد ممكن يحط قرار ممكن تزبط ممكن ما تزبط بناحية وتخرب من ناحية مثلا, تمام؟ So always in these decisions, okay, there's no right answer. It depends on the situation, depends on how you could even like خلينا نحكيها access. If you have an access to that, okay, maybe your solution, Lauren أو خيرو أحسن my solution. So always in politics, خلينا نحكيها there is no right answer. كل واحد بيعطي قرارات من جهة وهذا له كتير أثر كبير على الأمن الغذائي, تمام؟ هنين نحكي هون بس الفرق إنه بين الكرونيك والترانزيتوري food security. Chronic زي ما حكينا وشرحنا بزيادة it's a long term persistent inability to meet minimum food requirements, يعني هي إلها زمان موجودة ومصممة يعني موجودة بالأصل, تمام؟ وما عندها انها
توفي المينيمم فود ريكويرمنت. اما ترانزيتوري هي شورت تيرم او تمبرري، يعني هي بس تيجي فتره زي ما حكينا ناتشرال ديزاستر، بانديميك انتشر لفتره معينه، ميبي وور، عرفتوا كيف؟ فهي لفتره معينه بس، انه الناس ما عم تقدر تعمل to meet its minimum food requirement. برضو لازم تعطي indication انها هي رح ترجع to recover. يعني the chronic it needs long time to recover من اشي زي ما حكينا، كيف المزارع بدك طريقة انك تقنع له 20 سنة عم بزرع بنفس الطريقة، يعني ال recovery رح يكون كتير صعب. بس بال transitory في عندك indication انه there's a recovery وعم بتحسن الوضع لترجع الامور زي قبل. تمام؟ هون نقدر نعطيكم مثلا مثال يعني كيف الريزيلينت تبع الهاوسولد كيف نزل لما اجى الشوك الاول. يعني احنا اكيد هلا هي ناخذ مثلا هم هدول الشوكس، كل ما ينزل الشخص الريزيلينت تبع الهاوسولد او انه قدرته على انه يتحمل ويوفر لحاله بصير اكثر احسن، انه لسبب العيش اللايفليهود تبعه بصير احسن. بس هلا احنا مثلا لما بدي اوصف حال أغلبية البلدان، إحنا في عنا شوك because of كورونا، إحنا أو الريزيليان أو عنا القدرة إنه نكمل واللايفليهود تبعتنا تصير أحسن كتير ضعيفة. يعني إحنا واصلين الباتم هلا، أوكي؟ لا هاي الشوك أثرها يروح لسه إذا كورونا أو الريزيليان رح يصير يطلع، يمكن يصير عندك growth، بصير عندك employment أكتر، بصير دخل أكتر، بصير عندك access availability، كل نرجع البيلرز. عرفت كيف؟ even our utilization gonna differ. عرفتوا كيف؟ فهاي عم بس بنورجيكم انه your resilient of the household gonna go down، رح تنزل لما عندك يصيرك شوك معين، لا يروح اثر هذا الصدمة عندك، قدرتك على سبيل العيش بتزيد اكتر وقدرتك انك توفر الغذاء رح يصير اكتر. تمام؟ برضو هون عم نحكي كمان عن المفرق بين chronic and transitory زي ما حكينا long term أم هاي short term. كيف بتظهر هاي؟ people are unable to meet their minimum food requirement over a sustained period of time. يعني الناس ما عم تقدر توفر ال minimum requirement أقل احتياجات الأكل لمدة طويلة. تمام؟ بس بالtransitory فجأة الability إنه هي مثلاً can to produce or access enough for good، يعني ما عندهم ال availability، بطلوا يقدروا ينتجوا زي قبل، حتى قدرتهم لأنه يوصلوا للأكل فجأة في إشي عامل خارجي أثر عليهم فجأة، ماشي، أثر على المينيمم فود ريكويرمنت تبعتهم، على احتياجات أقل احتياجات غذائية عشان يتوفر العناصر الغذائية. نتجت هي مثلاً extended period of poverty، يعني إذا ما انحلت مثلاً مشكلة البوفرتي رح تضل هاي، بتضلها زي سلسلة البوفرتي ما عم بزيد، المصاري ما عم تنصرف، الناس ما عم تشتري، فمش عم بتأثر بس قطاع معين، عم بتأثر قطاعات الأخرى. عرفتوا كيف؟ شورت هي شوك، يعني صار عندك شوك أثر على الأفيلابيليتي. يعني إحنا دولة مثلا نعتمد على الاستيراد، صارت الكورونا عنا أوف، بعدين طب إحنا معتمدين إنه نستورد، الحدود مسكرة، الطيران مسكر، صار في فترة معينة غلاء بالأسعار بالأردن من شهر 3 لشهر 6 لما كان عندنا فول لوك داون، لأنه بطل متوفر عندنا الطحين أو المواد الأساسية اللي إحنا بنحتاجها. شفتوا كيف؟ بس هاي صدني صارت 3 شهور بعدين بلشوا يفتحوا، بلشت الأمور ها تصير أهون والأسعار زادت. حتى عندنا البرايس إندكس للفود بيبين كيف بهاي الفترة من شهر 3 لشهر 6 نط، يعني انت عم تحكي الأسعار زادت بطريقة خرافية، بس لما بلش انه احنا نستورد وصار عندك available للفود نزلت الأسعار وصارت more accessible and available. تمام؟ فهلا كيف الستركشرال we can overcome this structural. هلا طبيعي هي development، هي دائما بدنا نسوي هي long term development، احنا بدنا نأسس نمشي نعمل تطوير، نعمل مشاريع نطور من الناس، نطور انه يصير عندهم القدرة انهم ينتجوا ذاتيا، نطورهم يصير عندهم مثلا قدرة شرائية اقوى. تمام؟ عشان نحاول نحل هاي المشكلة. الترانزيتوري اللي هو خلاص هي احنا ما بنتنبأها، فبنحاول
زي ما حكينا مشكلة الطحين والقمح، نصير نفكر بحلول سريعة لأن إحنا عارفين إن هي ما راح تدوم. إحنا بس نحل مشكلة هلا هاي المشكلة، تمام؟ عشان نحضر حالنا to recover ونرجع زي قبل، تمام؟ في إشي أي مشكلة نفهم بين الكرونيك والترانزيتوري فود انسكيورتي؟ ولا كله واضح يا جماعة؟ في إشي إنه كله واضح تمام؟ وعرفنا كيف الأمن الغذائي بتأثر بأمور كتير، حكينا عن الأساسيات تبعتها، ودائما كل ما بنحكي عن العوامل عم بتصير نربطها بالأساسيات الأمن الغذائي عشان يكون عندك أمن غذائي. كيف بتأثر على الأفيليبيليتي، كيف بتأثر على الأكسس، كيف بتأثر على نمط استهلاكك، لأنه ممكن إذا الأكل مش متوفر أو المصاري عندك مش متوفر نمط استهلاكك تتغير. أنت ما يكون نمط استهلاكك هذا بس يتغير عشان تشتري أشياء أرخص وتكون متوفر لك عشان تشبع بس ما بتكون موفر لك العناصر الغذائية كاملة. هلا أنا قلت لكم أول إشي إذا بنقدر نقيس البيلرز او اساسيات الفود سكيورتي الافيليبيليتي، مثلا كيف الافيليبيليتي بدنا نشوف كيف احنا البرودكشن تبع الدومستيك، يعني احنا اللوكال برودكشن بنحسبه مثلا يا اما بالتوتال اللي هو بالمتريك طن، مثلا انتاج الخضار بشكل عام بالمتريك طن كم انتاجنا، او بنحسبها دائما بير كابيتا، تمام؟ هلا احسن بير كابيتا مرات لانه احنا يمكن ما يكون عندنا رقم البوبوليشن موجود مثلا او ما بيكون معطينا انديكيشن كثير كبير فبنحسبها بير كابيتا. مثلا الافيليبيليتي برضه حكينا عن التريد، بدنا نشوف حجم الصادرات والواردات اللي عندنا، حجم الواردات اللي بتفوت عندنا على البيت عشان تغطي فجوه الدومستيك. يعني اذا احنا عرفنا الرقم التوتال برودكشن للدومستيك المحلي نقدر نعرف نقيس حجم التريد عشان يغطي هاي الفجوه. وبرضه at the same time حكينا على الستوك، انه مثلا احنا انتجنا بشهر او احنا حصدنا القمح مثلا بشهر 6-7، تمام؟ بدنا نحط قديش عندنا ستوك نعرف القيمه، لانه هذا كله عشان نغطي الفجوه الغذائيه الموجوده عندنا. فعرفتوا كيف بنحسبها؟ كثير سمبل، هو بس الانتاج تبعك، حجم الانتاج اللي عندك، حجم التجاره اللي عندك، وحجم التخزين اللي عندك، تقدر تحسب الافيليبيليتي اللي عندك، تمام؟ وبعديها تصير تحط انت تغطي الفجوه. الاكسس زي ما حكينا، الاكسس هو قلنا القدره الشرائيه، القدره الشرائيه بتعتمد اكثر شيء على شو؟ اللي هو الدخل، وبرضه على نفقاتك. فمن نفقاتك ممكن تعرف لا والله هو عنده اكسس عم بصرف منيح، تمام؟ في برضه انديكيتور احنا بنحسبه هيو انا بورجيكم اياه، اللي هو percentage of expenditure spent on food، يعني انت بتاخذ نسبه صرفته على الاكل من التوتال او من مجموع نفقاتك. وهذا رح نشرح لك يكون بالزياده اذا كان الرقم عالي ليش منيح ولا مش منيح، تمام؟ بدك تشوف الاسس، في عندهم اسس ولا لا، تمام؟ وبدك تشوف الاسواق موجوده، زي ما حدا في ناس عندك حكيته الاكسس قديش تبعد، نقدر نحسبها مثلا من قريه معينه قديش هذا السوق ببعد عنه. فدائما احنا الفود سكيورتي عندنا دائما نحاول نخليه ايش؟ ميجربل، نقدر انه احنا نقيسه، لان لما يعطينا رقم بيعطينا ايش الحل او ايش المشكله اللي احنا عم بتواجهنا، تمام؟ خلينا نحكي مثلا عن الفود يوتيلايزيشن او نمط الاستهلاك، كيف نقدر نحسبه؟ نقدر نحسبه على الكالوريز، بس كالوريز لحاله ما رح يعطينا انديكيشن، صح؟ لا، بدنا نعرف كمان نحسب النيوترينتس اللي اخذوهم او العناصر الغذائيه، ان كانت العناصر الغذائيه الكبرى او العناصر الغذائيه الصغرى، قديش هم عم بياخذوا منه، فبنحسب الكميات لكل مجموعه غذائيه. بنقدر نحسبها الفود يوتيلايزيشن من عدد الوجبات اللي بياخذوها باليوم او من التنوع الغذائي. فهيك هذا كله عندك، هذا عم بحكي رح يجينا لبعدين على الفود انديكيتورز، مؤشرات الامن الغذائي وعلى اساسها نحسبهم، تمام؟ ف بالاخير بدي اقول لك اليو ان ستاند كوميتي عرفوا انه فود اند نيوتريشن سكيورتي ايش حط لك فود اند نيوتريشن مع بعض، لانه ممكن تكون انت شبعان ولكن ما اخذ كل عناصرك الغذائيه. Exist when all people at all time have physical and economic access to food.
which is consumed insufficient, يعني بكمية كافية, استهلك بكمية كافية, quantity and quality, بجودة وكمية جيدة حتى to meet their dietary needs, حتى إنها تشبع أوكي الدايت تبعهم, هو النيد اللي محتاجه من كل عنصر غذائي and food preference طبعاً عشان نعيش حياة صحية. في حدا عنده أي سؤال هلا أو كله كان واصل لعندكم؟ لو نسمع شوي هيك الفيدباك تبعكم, كله وصل وكله تمام, في أي مشاكل تانية؟ معي يا جماعة, لأنه إحنا خلصنا السيشن اليوم, لأنه بكرة رح نبلش إن شاء الله بالفود سيكوريتي إنديكيتورز. إيش هم الفود سيكوريتي إنديكيتورز؟ رح نشرحهم بكرة, اللي هم عندك الفود كونسومشن سكور, الدايتري دايفرسيتي سكور, الكونسومشن بيست كوبينج ستراتيجي, واللايفليهود بيست كوبينج ستراتيجي. ورح نحكي هذول الفود سيكوريتي, في عندك إشي اسمه إنديكيتورز للفيرنبيليتي, ورح نحكي عنه أكثر على الإنكم والإكسبندتشر وكيف نحسبهم. تمام, هذا السيشن تبع بكرة. في حدا عنده أي سؤال للسيشن اليوم؟ زهمان, everything is perfectly clear, thanks a lot. حدا عنده أي, nothing from my end, thanks all. طيب, أنا كتير انبسطت معاكم, كتير حبيت الانتراكشن, وحابب بكرة خاصة بكرة يصير عندنا انتراكشن أكتر. اللي ما شاركوا اليوم يشاركوا معنا بكرة, لأنه الانتراكشن هو بيسهل وصول المعلومة لكم. تمام, ويعطي الله يعطيكم ألف عافية يا جماعة. وإذا عندكم أي سؤال لسه هنا قاعدين تقدروا تسألوا أي سؤال بدكم إياه. شكرا كثير, شكرا. الله يعافيكم يا جماعة, عن جد thank you so much. وإن شاء الله بكرة رح تكون من 10 للثلاثة, في بريك طبعا رح يكون, بس رح